السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد عبد الهادي، منسق ايمرج افريكا بالعربي في الوطن العربي والعالم العربي. مشرفني ان اكون موجود معاكم في ورشة جديدة من ورش ايمرج افريكا. في البداية دي ورشة جديدة بعد عيد الفطر، كل عام وانتم بخير. هي جاية متأخرة شوية المعايدة، بس هو كل عام وانتم بخير. احنا النهاردة نشرف ان احنا يكون معانا يعني من اكتر شخصيات نشاطا في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم الالكتروني في الوطن العربي. هنكون معانا الدكتوره نسرين رواشده، هي متخصصه في مجال الحاسوب، اتخرجت سنه 2007 في مجال الحاسوب، حاصله على دبلوم عالي في مجال اداره الاعمال من جامعه ادنبرا، ومتخصصه في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم الالكتروني لمده 13 سنه. في البدايه عملت كمبرمجه لمده 5 سنوات، ثم انتقلت للتعليم الالكتروني. حاليا بتشتغل كمنسق وكمدير للمسابقات الإلكترونية ومنسقة للبرامج لبرامج الجامعات في منصة إدراك. ومنصة إدراك من أكبر المنصات الخاصة بعملية التدريب أونلاين. النهاردة هنكون معاها في ورشة لمدة 2 ساعة إن شاء الله، هتكون متخصصة في أدوات وسبل تطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات. أنا هترك المايك دلوقتي عشان نستفيد من الدكتورة نسرين وأكثر وقت، وشكرا ليها على قبول الدعوة الكريمة من إيمرج أفريكا. إن شاء الله المايك مع الدكتورة نسرين دلوقتي. دكتور مرحبا جميعا. ما عارفه اذا قادرين، مش باين على الكاميرا دكتور. مين هبه حضرتك لسه يا جماعه اللي سامعني في الحجره كلها، كل الصوت واضح عند كل الناس ولا لا؟ لو واضح يا ريت كل واحد يكتب واحد بعد اذن حضرتك. انا الصوت واضح عندي دكتور، ما بعرف عن الباقيين. تمام دكتور نسرين صوتها واضح يا فندم يا جماعه؟ تمام، المايك مع حضرتك دكتور نسرين، وشكرا ليك على قبول الدعوه الكريمه، ونشرف بيك ان شاء الله. وبنكرر شكرنا من منظمه ايمرج وبصفه عامه وبصفه شخصيه مني ليك يا دكتوره نسرين. شكرا دكتور، وبالعكس انا شاكره كثير للدعوه من ايمرج افريكا، يعني اتس ماي اونر، وان شاء الله يا رب اني اصير دكتوره على الطريق، بس يعني هذا صار خير انه عم تحكي لي دكتوره. إن شاء الله. أنا برحب فيكم كلكم، شكرا كثير إنكم سجلتوا معنا في الأونلاين وركشوب أو الويبينار اللي إحنا فيها هلأ. بعرفكم بحالي، أنا نسرين رواشدة، مهندسة حاسوب من عمان الأردن. تخصصت هندسة حاسوب، بشتغل من حوالي 13 سنة خبرتي بكلها بمجال التكنولوجيا. أول 5 سنين تقريباً كانت بيور برمجة، بعدين على طول انتقلت للتعليم الإلكتروني. اشتغلت في أكثر من مجال، منها بدايتي كانت to find the perfect harmony بين الكلاسروم والتكنولوجي، كيف إنه إحنا ندمج التكنولوجيا بالتعليم. هذا هو الباشن تبعي، وهذا هو الإشي اللي عم بمشي عليه وعم ببني الكاريبات تبعي عليه، وعم بحاول إنه أفيد المجتمع فيه كذلك. حالياً أنا مديرة مساقات إلكترونية في منصة إدراك. منصة إدراك اللي ما بعرفها هي أول منصة مفتوحة للتعليم المستمر مقدمة بالعربي في الريجن أو في الوطن العربي اللي نقدر نحكي. منصة إدراك فيها حوالي تقريباً 170 أو 180 مساق هلأ وصلنا. إحنا بلشنا ب 2014 تحت مظلة مؤسسة الملكة رانيا QRF. 2015 انفصلنا كإدراك، بس إحنا حالياً برضو لساتنا تحت مظلة مؤسسة الملكة رانيا. توجهنا أو رسالة المشن فيجن تبع إدراك اللي هو العلم للجميع. العلم للجميع معناته إنه إحنا عم نقدم العلم هذا مجانا لجميع المتعلمين، لجميع الراغبين. بهذا الحكي إحنا عم نكسر الحاجز المادي، عم نكسر حاجز اللغة كمان. يعني في كتير resources online موجودة، في كتير resources قوية وحتى مجانية، لكن بضل عائق اللغة عند كتير من المتعلمين. فإحنا في إدراك عم نتعاون مع كتير جامعات، منها جامعات عالمية مثل مثلاً هارفارد، MIT، تيو دافت، جامعات عربية كتير، ACAB، معظم الجامعات أو تقريباً كل الجامعات الأردنية،
جامعة عجمان، جامعة زويل، مدينة زويل، وقعنا معهم ريسنتلي، وإن شاء الله في كتير جامعات على الطريق، بالإضافة إنه إحنا بنشتغل مع بروفيشنالز في مجالهم، أوكي، في المواضيع الترندي أو المواضيع اللي مطلوبة حاليا في سوق العمل والناس متوجهة حابة إنه يتعلموها. عندنا حوالي 3.5 مليون متعلم من أنحاء الوطن العربي كامل، حوالي 4 مليون سوشيال ميديا فولورز، والحمد لله إحنا يعني we're very proud بالشغل اللي عم نعمله، وإن شاء الله يا رب إنه بنقدر نفيد المجتمع. اليوم موضوعنا رح يكون عن أدوات سبل تطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات. كمقدمة، إحنا اشتغلنا مع وزارة التعليم العالي الأردنية في المرحلة الحرجة اللي إحنا فيها هاي، اللي هي جائحة كورونا اللي أثرت طبعاً، واضطرينا إنه ننقل كل التعليم من أوفلاين أو بلندد على الأقل لا فولي أونلاين، اللي هو الديستنس ليرنينج. طبعاً هذا صار في العالم كله مش بس في الريجن تبعتنا، فصارت شوية لخبطة، في إلها إيجابيات وإلها سلبيات. الإيجابيات طبعاً إنه إحنا كنا محتاجين هاي البوش، إحنا كنا محتاجين يعني اللي صار هلأ والإجبار اللي صار السيتويشن اللي إحنا فيه فعلياً مشانا يمكن 20 خطوة لقدام، إنه جبلنا نحط في هذا الموقف، وردة الفعل ما كانت سيئة قد ما إحنا كنا متخيلين. فإحنا بإدراك نشتغل مع كتير جامعات، بالتالي إحنا يعني تقريباً hands on، عارفين إيش المشاكل اللي عم بتصير، عارفين إيش التحديات اللي عم بيواجهوها. نفس الوقت عم نشتغل مع وزارة التعليم العالي الأردنية عشان نعمل guidelines يمشوا عليها في المرحلة الحالية وفي المراحل القادمة بعد ما أثبت التعليم الإلكتروني أهمية. أوكي. اليوم رح نحكي ملي عن التعليم الإلكتروني، اللي هو ما هو تعريف التعليم الإلكتروني، الحاجة الحتمية للتعليم الإلكتروني في الوقت الحالي، إيش الفرق بين التعلم عبر الإنترنت اللي هو e-learning والتعلم عن بعد اللي هو distance learning، إيش مزايا ومساوئ التعليم الإلكتروني وأنواع التعليم الإلكتروني. طبعاً بنضاف عليه كمان إيش lessons learned، إيش الأشياء اللي رح نعملها في المستقبل، الأشياء اللي بناء على تجربتها حتى لو إحنا كنا مقتنعين إنه رح تمشي اكتشفنا إنه مش ماشي مع الناس وكذلك. الجزء الثاني رح يكون عن تصميم المادة التعليمية نفسها، هذا mainly موجه للناس اللي بدها تعمل مادة تعليمية للطلاب، أو حتى ممكن نحكي كمان للشركات، يعني في كتير شركات عم تتوجه لموضوع الـ continuous learning عشان الموظفين يضلهم يتطوروا بحالهم، بس إحنا مين اللي هلأ تركيزنا على الجامعات، فعم نحكي عن تصميم المادة التعليمية، كيف نخطط للمادة ونبنيها بطريقة، طبعاً المادة الإلكترونية تختلف، المحتوى ممكن نفسه بس تختلف تماماً بالتحضير لها عن المادة الأوفلاين اللي بتنعطى في المحاضرة on campus بالجامعة. أوكي؟ فإحنا هذا هو تركيزنا حالياً. بدنا نحكي عن صياغة الأهداف التعليمية، طبعاً حضراتكم يعني أنتوا اللي بتحكون لنا كيف نكتب الأهداف التعليمية، بس أنا هلأ هون بدي أحط الأوتلاينز إنه إيش الأشياء المهمة عند تحضير المادة الإلكترونية. صياغة الأهداف التعليمية، مستويات التعلم، أساليب التقييم، الأنشطة التعليمية، والمبادئ 13 للتعلم باستخدام الوسائط المتعددة المعرفية. في كمان نصائح عن تخفيف الحمل عن الذاكرة العاملة للطلاب عشان تساعدهم، لأنه من مساوئ التعليم الإلكتروني مثلاً إنه ما في هو مش present في المحاضرة physically فممكن يتشتت، فطريقة دراسته طبعاً رح تختلف عن طريقة دراسته بالأوفلاين، فبالتالي إحنا بحاجة نعطيه زي tips إنه كيف يتعامل مع الحمل الدراسي عليه. رح أشير معكم كمان قائمة التدقيق والمتابعة، يعني بعد ما نبني الكورس تبعنا إيش في الأشياء اللي لازم نتأكد إنه هي موجودة في هذا الكورس، الوسائط والأدوات المستخدمة. من حسنات التعليم الإلكتروني أكيد إنه بنقدر نفوت عليه مثلاً interactive media أو videos أو حتى audio files أو مثلاً جروب جيمز ممكن تكون مفيدة، ممكن نفعل جيميفيكيشن فيه وكذلك، هذا يمكن شوي يكون صعب في التوتالي أوفلاين،
بس أكيد مطبق وممتاز في الموضوع البلندد. بعدين كيف نحفز المشاركة والتفاعل في بالمادة لما تكون أونلاين. بعدين رح نحكي كمان شوي عن التعليم العالي خلال أزمة كورونا في العالم، إيش اللي صار التعليم العالي بعد أزمة كورونا، اللي هو بعد ما أخذنا lessons learned كيف شكل التعليم رح يكون، هل إحنا رح نرجع 100% زي ما كان التعليم أول، ولا إحنا هلأ بعد ما اكتشفنا إنه عم بمشي التعليم الإلكتروني قررنا إنه نحافظ عليه على الأقل كشكل blended مع التعليم. آخر شيء رح أسمع منكم اقتراحات لتطوير تجربة التعليم الإلكتروني. زي ما حكينا رح نبلش نحكي عن التعليم الإلكتروني بشكل عام. إيش هو تعريف التعليم الإلكتروني؟ في مقولة كتير مشهورة بتحكي لك Online learning is not the next big thing, it's the now big thing. يعني هاي صار هلأ حالياً مفروض علينا وإحنا متأخرين إذا ما عملنا فعلياً. الناس نتعامل معه بهذه الطريقة. من اسمه مبين إن التعليم الإلكتروني هو التعليم الذي يتم تمكينه إلكترونياً، يعني إحنا عم نستخدم أدوات إلكترونية عشان نطبق هذا التعليم. ويشار إله أيضاً بالتعلم عبر الإنترنت، أي اكتساب المعرفة التي تتم من خلال تقنيات إلكترونية ووسائل الإعلام خارج الفصول الدراسية التقليدية. أوكي. الحاجة الحتمية للتعليم الإلكتروني في الجامعات في الوقت الحالي. إحنا كيف غيرت جائحة كورونا اللي هو COVID-19 في التعليم تقريباً للأبد؟ أسفر نظام COVID-19 عن إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم. على الصعيد العالمي في عنا أكثر من 1.2 مليار طفل خارج الفصل الدراسي في العالم. عم نحكي عن الناس اللي كانوا already مسجلين في المدارس، عم بيروحوا نظامي على المدارس. حالياً أكثر من مليار طفل اضطروا يطلعوا من المدارس. إحنا هذا بس هون مثلاً عم بحكي عن المدارس، طبعاً ضيفوا عليهم الجامعات الرقم السجل. نتيجة لذلك تغير التعليم بشكل كبير مع الارتفاع المميز للتعليم الإلكتروني، حيث يتم التدريس عن بعد وعلى المنصات الرقمية. كتير جهات، كتير جامعات وحتى مدارس انتقلوا لموضوع التعليم الإلكتروني فجأة، يعني ما كانوا محضرين، ما كان عندهم سيستمز أبداً. يعني مثلاً معظم الجامعات عم تستعمل مودل فرضاً أو بلاك بورد، أوكي؟ المدارس عادةً لا، ومش كل الجامعات برضو نفس الشيء عم بتطبقه، حتى لو موجود يمكن ما يكون فعال. فاللي صار إنه هذا السيتويشن اللي صار COVID-19 خلتهم يكونوا شوي مبتكرين وأظن تعلموا إنه يكون في عندهم LMS system في المستقبل. الأبحاث أو السيرفيز اللي صارت أثبتت إنه التعليم عبر الإنترنت الإي-learning بيزيد actually من الاحتفاظ بالمعلومات وبيستغرق وقت أقل، مما يعني إن التغيرات اللي تسببت فيها الفيروسات التاجية COVID-19 قد تكون موجودة لتبقى لأنها أثبتت فعالية. أوكي. الفرق بين التعلم عبر الإنترنت والتعليم عن بعد. هلا إحنا عادة ممكن نحكي عن كل شيء اللي هو الإي-learning، بس هو فعليا التعلم عبر الإنترنت إي-learning مختلف عن الدستنس ليرنينج. في ثلاثة من areas يختلفوا فيها عن بعض. أول شيء الموقع، ثاني شيء التفاعل، ثالث شيء الهدف. لما نحكي إنه في فرق بينهم بالموقع اللي هو أصلا الفرق الأساسي بينهم. تعلم عبر الإنترنت الإي-learning أو التعليم الإلكتروني يمكن للطلاب أن يكونوا معاً في الفصل الدراسي بالكامبس مع المدرب أثناء العمل، أو يكونوا شابكين مع الـLMS من خلال دروسهم الرقمية وتقييماتهم. بمعنى أن الطلاب يكونوا شابكين مع الإنستركتر أو عضو الهيئة التدريسية وعم بيحكوا مع بعض في نفس الوقت. هذا بنسميه إي-learning بغض النظر هل هم استعملوا التكنولوجيا داخل الكلاسروم أو داخل الليكتشر، ولا كل واحد من بيته بس مشاركين بنفس الوقت. التعلم عن بعد distance learning عادة بيكون الطلاب في المنزل بينما يقوم المعلم بتعيين العمل وفحص رقميا، بمعنى إن المادة بتكون مرفوعة على الإنترنت أو مرفوعة على السيرفرات تبعهم، والطلاب لهم أكسس عليها على طول، بيقدر هو يفوت وياخد الحصة ويقدم الامتحان على وقته. بس هذا ما بيعني إنه
المدرس موجود معه أو حتى الزملاء موجود معه بنفس هذاك الوقت. النقطة الثانية هي الاختلافات في التفاعل. بسبب الاختلاف في الموقع برضو بيختلف التفاعل بين الطلاب وعضو الهيئة التدريسية. بيشتمل التعلم على الإنترنت على تفاعل شخصي بينكم وبين الطلاب بشكل منتظم، لأن التعليم عبر الإنترنت بيستخدم كتقنية تعليمية مدمجة إلى جانب استراتيجيات التدريس الأخرى، يعني عادة بيميل لأنه يكون بلندد. التعليم عن بعد ما بيكون فيه يعني الديفولت إنه ما بيكون فيه أي تفاعل شخصي بين المعلمين والطلاب. مع ذلك فإن المحتمل أن تعتمد أشكال الاتصالات الرقمية الحالية اللي إحنا عم نعيش، لأنه إحنا always connected، مثل التطبيقات المراسلة وكلمات الفيديو لوحات المناقشة والLMS actually بتخليهم متصلين مع بعض حتى في مرحلة الأوفلاين ليرنينج. مثلاً بقدر they can post على الفورم وجاوبوا بعض. الاختلافات في النية، الفرق النهائي بين التعلم عبر الإنترنت والتعلم عن بعد هو استراتيجية التدريس اللي إحنا سميناها هون النية. المادة التعليمية تم تصميمها للتعلم عبر الإنترنت لاستخدامها مع مجموعة متنوعة من طرق التدريس الشخصية الأخرى، يعني الإيلاني هو جزء منها، يعني نقدر نعتبرها طريقة تكميلية لخلط الأشياء في الفصل الدراسي أو في المحاضرات الجامعية عشان نعطي مجموعة متنوعة من فرص التعلم للطلاب. التعلم عن بعد هو actually إحنا بنقدم مادة تعليمية كاملة متكاملة فقط على الإنترنت، ولا تعتبر تنوع في أسلوب التدريس الخاص فيه. طبعاً اللي إحنا هلأ صاير معنا بالكوفيد 19 هو تعلم عن بعد. المواد عادة أو بمعظم الهيئات التدريسية صارت ترتفع كاملة، والطلاب عم بدرسوا على البيس معهم بالوقت اللي هو بيناسبهم، خصوصاً الجامعات العالمية مع فرق التوقيت كتير عم بتوجهوا لهذا الموضوع. مميزات التعليم الإلكتروني، طبعاً واضح إن التعليم عبر الإنترنت له كتير من المزايا مقارنة بطرق التعلم التقليدية. تتضمن بعضها إمكانية الطلاب الاستفادة من التعليم الذاتي واختيار بيئات التعلم الخاصة بهم. كمان فإن التعليم الإلكتروني فعال من حيث التكلفة ومن حيث إنه بيزيل العقبات الجغرافية المرتبطة بالفصول الدراسية والتعليم. أهم مميزاته زي ما هي موجودة قدام حضراتكم، استفادة الطلاب من إمكانية التعلم الذاتي اللي هو self-paced، يعني أنا موجود وعم بدرس لحالي، عم بدرس بالطريقة اللي أنا متريحني. سهولة التحديث، يعني كمؤسسة تعليمية خلينا نحكي إحنا هلأ على الجامعات، سهل إنه تعمل أبديت للمادة، والمادة عم تتصور أو عم تنعمل مرة واحدة كل سنة أو كل فصل عم بتم مراجعتها والتعديل عليها. فطبعاً هذا برضو رح يأثر على استراتيجية تبعت الجامعة من ناحية إنه ممكن توفر الأفرت تبع الدكتور اللي بيكون فيه موجود في القاعة الدراسية بالأبحاث مثلاً، أو بتحديث المادة اللي موجودة هون بدل ما نضلنا إنه كل سنة تقريباً نعيد كل شيء. سهولة إضافة الوسائط المساعدة للعملية التعليمية زي ملفات صوتية، ألعاب تشاركية، فيديوهات، صور، تطبيقات المحاكم. النقطة الرابعة اللي هي اختيار الطالب البيئة والوقت المناسبين للتعلم. زي ما حكينا أنا مثلاً نسرين من الناس اللي يعني أكثر وقت بقدر أركز فيه اللي هو بالليل بعد ما الكل ينام، بعد ما أنا أروق، الوقت اللي بركز فيه فعلياً هو بالليل. فطبعاً هذا ما بيتناسب إنه لما كنت أروح على الجامعة مثلاً لازم أكون 8 الصبح في الجامعة، هيك أنا المادة التعليمية عندي قدامي كلياتها وأنا بدرس في الوقت اللي بدي إياه. فعال من ناحية التكلفة مقابل القيمة. التعليم الإلكتروني مش رخيص، التعليم الإلكتروني مش مجاني، يعني حتى لو كانت السيرفيس مقدمة مجانياً زي ما صار كتير شركات هلأ عم بيقدموا وعم بيفتحوا السيرفيس البيت تبعتهم مجاناً عشان يتخطى مرحلة الكوفيد 19، هو فعلياً مش رخيص. من ناحية إنه مثلاً بدنا نأمن سيرفرز، من ناحية إنه التكنولوجي مش موفرة حتى لأعضاء هيئة التدريس، أو من ناحية النوهاو كمان، من ناحية كمان إنه بدنا حدا يشتغل على الكونتنت وكذلك. ولكن مقابل القيمة اللي عم بعطيها التعليم الإلكتروني فهو فعلاً فعال جداً وبسوى التكلفة اللي أخذها. أهم نقطة وحسنا فيها منيح إنه بزيل العقبات الجغرافية المرتبطة بالفصول الدراسية التقليدية.
ما بدنا نحكي من بلد لبلد، بدنا نحكي حتى من جوا المدينة، من شمالها لجنوبها، في طلاب كانوا عم بقضوا ساعتين. بديش أبالغ، خلينا نحكي ساعة، أنا كانت تأخذ معي أكثر من ساعتين للجامعة مثلاً بالروحة وقتهم بالرجع، غير التعب اللي بيرافقهم، غير الوقت اللي عم بضيع جوا الجامعة نفسها، بين الطلاب نفسهم أو بالانتقال من قاعة لتانية. إمكانية إتاحة المادة التعليمية لأعداد متعلمين أكبر بكثير من التعليم التقليدي. التعليم التقليدي خلينا نحكي المدرج فيه 200 طالب فرضاً. إحنا هلأ بالذات إذا أساليب التقييم كانت أوتوميتد، ممكن نفس المادة اللي كانت مفتوحة ل 200 طالب توسع 5000 طالب في نفس الوقت. سهولة متابعة أداء الطلاب وتحليل مخرجات التعليم، هذا لأنه معظم الـ LMS systems فيها أصلاً reports، يعني الطلاب عم بفوتوا عم بيقدموا امتحاناتهم فرضاً، أو حتى المشاركة أو حتى الحضور، أوكي؟ بيطلع ريبورت كامل، نقدر نشوف البيهيفير تبع الطلاب، نقدر نشوف عم بيحضروا ولا لا، نقدر نشوف وين نقاط الضعف عندهم. طبعاً هذا ممكن أكيد ينعمل برضو بالتعليم الأوفلاين، بس هو أوتوميتد وجاهز بكبسة زر بمعظم السيستمز في التعليم الإلكتروني، فكتير بسهل على الجامعة وعلى أعضاء هيئة التدريس. طبعاً ما بيخلى من المشاكل أكيد، وفيها مشاكل كتير بالذات في أولها بالمرحلة اللي إحنا هلأ مجبورين فيها إنه نستعملها. بلش في محدودية سبل التقييم المباشر لأعمال الطلاب. بالفصول الدراسية التقليدية يمكن المعلم إعطاء الطالب ملاحظات مباشرة وجهاً لوجه. الطلاب اللي في عندهم مشاكل في المنهاج ممكن بكل بساطة يسأل الدكتور في نفس الوقت مباشرة إيش عنده سؤال، أو يحكي له لو سمحت أنا ما فهمت ممكن تشرح لي مرة ثانية، أو يتناقش وخب تثبت المعلومة عندهم أكثر. برضو الطلاب لما مثلا بيقدموا امتحان أو كويز أو بجاوبوا على السؤال، بهمهم إنه يكون في تغذية راجعة، بالذات الطلاب اللي بيكونوا مهتمين إنه يجاوبوا على كل إشي، كتير بفرق معاه الفيدباك، فهذا الإشي شوي ناقص في موضوع التعليم الإلكتروني. الحلول المقترحة اللي هي مثلاً الpeer feedback أو اللي هو الأقران أو اللي بيحكوا للند، يعني إنه هم الطلاب مثلاً عم بتناقش مع بعض على discussion forum وعم بيجابوا بعض، أوكي؟ هاي برضو بيخلي فيه feedback، برضو أكيد بتتعزز المعلومة أكثر. طبعاً أكيد الدكتور بيقدر إنه يكون one to one أو يكون فاتح الكاميرا، بس إذا حكينا عن أعداد كبيرة كتير هذا الحكي ما بزبط. المناقشات الفردية ممكن هاي تنفع للتعليم العالي في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، اللي هو بيكون العدد اللي مع الدكتور أو البروفيسور نوعاً ما محدود، فبقدر يعطيهم فيس تايم أو واحد واحد حكمة. النقطة الثانية اللي هي إمكانية شعور الطالب والمعلم أو الدكتور بالعزلة الاجتماعية وقلة التواصل المباشر. إحنا ما بعرف، بحس في الوطن العربي شوي عندنا إميونتي في الموضوع، بس عالمياً فعلياً مثلاً الطلاب اللي عايشين لحالهم كانت حياتهم الجامعة مثلاً مغتربين، مع الوضع الحالي يمكن صار عندهم شوية عزلة زيادة أو صاروا مش قادرين يتأقلموا على الوضع اللي انفرض عليهم، ممكن توصل لمرحلة الاكتئاب. نتيجة لذلك يمكن أن يبدأ العديد من الطلاب حتى المعلمين الذين يقضون معظم وقتهم على الإنترنت في تجربة العزلة الاجتماعية لأنه ما في تواصل بشري في حياتهم. هذا طبعاً بيؤدي لكثير من المشاكل الصحية والعقلية زي التوتر والقلق والأفكار السلبية. حلها اللي موجود عنا برضه هي الأونلاين، تعزيز التفاعل المتزايد بين الطلاب عبر الإنترنت باستخدام الوسائط التفاعلية. النقطة الثالثة اللي هي إنه بتتطلب مهارات قوية في التحفيز الذاتي وإدارة الوقت. الطلاب لما يكون في عندهم محاضرة في الجامعة بيكون في عنده جدول يمشي عليه، بيكون عارف إنه الساعة 9 لازم يكون في المحاضرة الأولى فرضاً، بيكون عارف إنه في عنده لاب بعديها بساعتين، بيكون عارف إنه في هومورك لازم يسلمه الساعة كذا أو عنده امتحان في الساعة، ففي جدول ماشي عليه تماماً. بالتعليم الإلكتروني distance learning mainly إحنا معتمدين على الوعي تبع الطالب، ده كيف بيحكوا وعي المواطن في موضوع الكوفيد 19، إحنا هم نعتمد على وعي الطالب إنه هو يضل متابع على نفس الرتم، يتأكد إنه عم بدرس فعلياً على الوقت وعم بيقدم على الوقت. يعني
طبعا أو الحل المقترح اللي هو تنظيم الوقت والجهد، ربط الإنجاز بالضوابط الزمنية، بمعنى أنه التقييم تبعه ممكن يكون جزء كبير منه على الانضباط تبعه في تقديم مثلا assignments اللي عليه. برضو من أكبر المشاكل اللي هي ضعف تنمية مهارات الاتصال عند الطالب، هاي ممكن بالذات لطلاب مثلا سنة أولى سنة ثانية اللي هم لسه هلأ بلشوا يفوتوا على الريل وورد، بلشوا يتعلموا مهارات الاتصال في خلينا نحكي في المرحلة الجامعية، مرحلة ما بعد المدرسة ميدي، بلشوا يتعلموا يكونوا بروفيشنالز. الكوفيد 19 شوي عطلهم عن هذا الموضوع. الحل الإلكتروني تبعها هي نشاطات إلكترونية جماعية تتطلب التواصل بينهم إنه يتشاركوا مع بعض على مشاريع مثلا. أكبر مشكلة اللي هي ضبط النزاهة ومنع الغش، هذه فعلياً أكبر مشكلة، صار في كتير حكي عليها، صار في كتير سيمينارز عليها، صار في كتير نقاش بين الجامعات إنه إحنا بالبلندد نقدر نحلها، بالدستنس ليرنينج هي عم تسبب لنا مشكلة كتير. في تقنيات مكافحة الغش، ما بعرف إذا سمعين مثلاً عن إكزامتي، هلأ ممكن أفتح أورجيكم إياه. في مثلاً كتير جامعات، أخوي بالجامعة بيقدم ماجستير مثلاً، امتحاناته اللي كان يقدمها on campus كلها بعد ما رجع على الأردن بطل في امتحانات، صار يقدم ريسيرش. ريسيرش بروح على تيرنت إن اللي هو البرنامج تبع الفالكريزم، بشيك إنه هل هو فعلياً ماخذ الإنترنت ولا هو كاتبه وكذلك. كتير حابة أورجيكم إكزامتي إذا تسمحوا لي أفتح على السطر. Actually في فيديو عنه أوضح كتير. هذا الفيديو بشرح briefly إيش هو Examity. إنه هو نفسه حالياً بس أي برامج عم تعمل هذا الإشي. طبعاً Examity لازم أحكي لكم إنه أخذ فند أظن حوالي 104 مليون خلال فترة أظن الشهر الماضي بس علشان يطوروا عليه. Integrity, and that's where Examity comes in. Examity offers 5 different levels of online education. It's bringing changes and challenges to campuses and organizations worldwide. One of the greatest challenges is the need to preserve test integrity, and that's where Examity comes in. Examity offers 5 different levels of authentication and online proctoring, and today we're going to walk you through an example of our authentication and online proctoring solution. The first step is for students to access their Examity dashboard. It's simple. All they have to do is log into their LMS and click on the Examity single sign-on link. Before they can begin scheduling, they'll have to set up an Examity profile. So, الطلاب أو هذا الإكزامتي بتركب على LMS system بالسري مودل عادة معظم الجامعات. بنربط في أكاونت الطالب. الطالب أول ما يفوت على بده يقدم امتحان بفوت بيعمل البروفايل تبعه، بيختار وقت الامتحان أي امتحان رح يقدم وببلش. هلا إكزامتي كيف؟ It should take about 5 minutes. They'll need to select their time zone, upload a government-issued photo ID, answer security questions, and enter their first and last name. This will act as their biometric keystroke signature. Once complete, students can schedule their exams. Students select their instructor's name, course, and exam date and time in the drop-down menus. On the day of their exam, students click Start Exam and connect to Proctor. To ensure a seamless experience, it's important for students to turn off their pop-up blocker and take the computer requirements check located on their profile page. Once connected to a proctor, students will share their webcam and screen and the authentic. So, أول خطوة أول ما يفوت الطالب على الامتحان الإلكتروني رح يربطه بإشي اسمه proctor أو بشخص اسمه proctor. هذا الproctor هو اللي بده يتأكد إنه الطالب فعلياً هو الطالب اللي عليه الامتحان. ويتأكد إنه ما في مجال غش في الانفايرمنت تبعه. كيف هذا بصير؟ أول إشي بيعمله البرنامج إنه بيفتح الكاميرا على الطالب. Authentication process will begin. Hello, Vanessa. How are you doing today? Good. How are you?
I'm doing good, thank you. Students will show their government-issued photo ID so that their name and photo can be seen clearly. I got it, Benizu. Thank you so much. Then they will verbally agree to the exam rules and special instructions. Answer a security question. Type in their biometric keystroke signature. And now, I need to see your desk and workspace. Please rotate your webcam 360 degrees slowly. Next, they'll agree to each part of the user agreement. Finally, they can begin their exam. From here, the proctor drops off and watches a student take the test from start to finish. The proctor will not interrupt the student unless they notice clear cheating behavior. Okay, أتوقع بكفي لهون يمكن وضحت الصورة إن شاء الله. الفكرة إنه هذا البرنامج بتابع الطلاب. بضل هالكاميرا مفتوحة. أول شيء بتأكد من هويتهم. ثاني شيء بتأكد من الانفايرمنت تبعهم. بسألهم إيش السكيورتي كويستشن عشان يضمن إنه يعني للحد المقبول إنه هذا الطالب في نزاهة الامتحان. المساوئ اللي بعد هيك اللي هي ميل المدرسون عبر الإنترنت إلى التركيز على النظرية بدلا من الممارسة. طبعا هذا جدا مبرر. جداً مبرر لأنه كتجربة أولى أو بالتجارب الأولى خلينا نحكي بيكون شوي الموضوع إنه هو بده يركز على الدليفري أكثر من على طريقة الدليفري أكثر من المادة نفسها. المواد النظرية تدرس كتير أسهل على الإنترنت من المواد العملية فبالتالي معظمها بيكون عن طريق التلقين معظمها عن طريق النظريات هي الأشياء اللي بيشيروها مع طلابهم هلا في الحل تبعها انه شوي يكون في توجه للمشاريع التطبيقيه مع الارشاد والتوجيه زي ما حكينا بتكون تجربه اولى ممكن فبدنا شوي تدريب المشاريع التطبيقيه عم نحكي عن برامج مثلا لطلاب الطب في فيرتشوال رياليتي عن بيعود شوي نوعا ما عن مثلا التشريح او بالهندسه برضه في اشياء الاوجمنتد رياليتي او في فيرتشوال رياليتي او سيميليترز برضه المشكلة بعديها اللي هي عدم ملائمة التعليم الإلكتروني لجميع التخصصات وخصوصاً العلمية أنا تقريباً دمجت مع النقطة اللي فوق حكينا إنه ممكن نستعمل التعليم المدمج في حالات specific مثل الطب أو virtual reality طبعاً النقطة الأولى اللي هي كان المفروض يمكن تكون النقطة الأولى اللي هي صعوبة استخدام التكنولوجيا أو عدم توفرها من قبل بعض المتعلمين أنا بعرف كثير من طلاب الجامعات مثلاً التخصصات الأدبية ما عندهم لابتوب معتمد على موبايله فرضاً ومعتمد إنه هو عم بيروح على الجامعة وبحب الكتب نفسها بدل ما إنه ينزل المادة في كثير بروفيسورز بيكونوا مش تك سابي مش متعود على استعمال التكنولوجيا وهو رائع جداً بالتدريس فإحنا هلأ فوتناه بإشي هو مش اختصاصه أو ممكن يكون مش حابب يتعلمه فهي من أكبر المشاكل طبعاً في مشاكل مادية خصوصاً للطلاب مرتبطة في هذا الموضوع الحل هو عقد الدورات التدريبية وتوفير التكنولوجيا يعني يصير جزء من رسوم الجامعة نوفر الإنترنت ونوفر الأجهزة المناسبة للطلاب أنواع التعلم الإلكتروني في التعلم المتزامن عبر الإنترنت اللي هو Synchronized التعلم غير المتزامن عبر الإنترنت اللي هو Asynchronized والتعلم المدمج التعلم المدمج اللي هو بين اثنين أو بدمج بين اثنين التعلم المتزامن هو مجموعة من الطلاب بتمكنوا من المشاركة في نشاط تعليمي معاً في نفس الوقت في أي مكان غالباً ما يتضمن التعليم المتزامن دردشات مثلاً عبر الإنترنت أو الفيديو كولز أو تعليم تدريب المشاركين والمعلمين على طرح الأسئلة والإجابة فيها على الفور. صار هذا طبعاً موجه للجميع خصوصاً مع التطور السريع لتقنيات التعليم عبر الإنترنت. قبل اختراع شبكة الإنترنت أو شبكة الكمبيوتر حتى في الستينات كان هذا الحكي طبعاً كله مستحيل. في الوقت الحالي صار مفيد جداً لأنه بزين العديد من العيوب الشائعة للتعليم الإلكتروني زي العزلة الاجتماعية وضعف العلاقات زي التعلم غير المتزامن اللي هو تقريباً نفس فكرة distance learning المجموعات من الطلاب تدرس بشكل مستقل في أوقات مواقع مختلفة عن بعضها البعض دون حدوث تواصل فعلي في نفس الوقت
طبعا هذا له برضه محاسنه مثل انه بيعطي مرونه للطلاب. التعليم المدمج اللي هو دمج بين الموضوعين. حابه اشارككم تجربه جامعه الملك فيصل في مجال التعليم الالكتروني. مستويات التعلم الالكتروني. تتبنى عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ثلاث مستويات في التعليم الإلكتروني، وهي: المستوى الأول، التعلم الإلكتروني الأساسي. المستوى الثاني، التعلم الإلكتروني المدمج. المستوى الثالث، التعلم الإلكتروني الكامل. التعلم الإلكتروني الأساسي هذا المستوى. أنا مش عايز أطبخ. غرف الصبح. التعلم الإلكتروني المدمج. في هذا المستوى من التعليم يتم فيه الدمج بين التعلم الذي يتم في الغرف الصفية محاضرات وجه لوجه والتعلم من خلال الإنترنت، حيث تقدم فيه المحاضرات والأنشطة من خلال الإنترنت. التعلم الإلكتروني الكامل. في هذا المستوى من التعليم يتم الاعتماد كلياً على الإنترنت في نقل المعرفة للطلاب، فيوفر إمكانية الوصول للتعلم عندما يكون مصدر المعلومات والمتعلمين متباعدين وقتياً أو مكانياً أو كليهما معاً. هلا الابحاث بعد ما انفرضت علينا موضوع التعليم الالكتروني سواء هل هو انا اسف يا دكتور نسرين ممكن اقطع حضرتك احدى ممكن الفيديو يتعاد تاني معلش لان هو في كذا حد طلب الصوت ان هو كان راح منه فجاه صار ميوت مش عارفه ليه بس هلا بعد اوكي بعد ما نخلص الفيديو ان شاء الله طبعا الاسم غلط جامعه عبد الرحمن بن فيصل انا اسف مستويات التعلم الإلكتروني. تتبنى عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ثلاث مستويات في التعليم الإلكتروني، وهي: المستوى الأول، التعلم الإلكتروني الأساسي. المستوى الثاني، التعلم الإلكتروني المدمج. المستوى الثالث، التعلم الإلكتروني الكامل. التعلم الإلكتروني الأساسي. في هذا المستوى من التعليم يكون فيه الحضور في الغرف الصفية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل محاضرات وجها لوجه لجميع المحاضرات إجبارية، ويمكن استخدام أدوات التواصل الإلكتروني لمشاركة المحتوى والمعلومات مع الطلاب. التعلم الإلكتروني المدمج. في هذا المستوى من التعليم يتم فيه الدمج بين التعلم الذي يتم في الغرف الصفية محاضرات وجه لوجه والتعلم من خلال الإنترنت، حيث تقدم فيه المحاضرات والأنشطة من خلال الإنترنت. التعلم الإلكتروني الكامل. في هذا المستوى من التعليم يتم الاعتماد كلياً على الإنترنت في نقل المعرفة للطلاب، فيوفر إمكانية الوصول للتعلم عندما يكون مصدر المعلومات والمتعلمين متباعدين وقتياً أو مكانياً أو كليهما معاً. شكراً لحضرتك دكتور. اي حد من الحضور الكرام عاوز يسال سؤال بعد اذن حضرتك ممكن يرفع اكيد بعدين بس قبل هيك دكتور في عندي مقوله انا حابه اناقشها مع الحضور اللي هو تمام خلاص اوكي انه يحتفظ الطلاب بمواد تمام فهمت بس 25-60% اللي تعلم عبر الانترنت مقارنه ب 8-10% فقط في الفصل الدراسي تفسيرها عندهم إنه بيرجع لقدرة الطالب على التعلم أسرع عبر الإنترنت بتطلب وقت أقل مما هو عليه بالفصول الدراسية التقليدية. هلا أنا كتير حابة أسمع من أعضاء هيئة التدريس اللي فعلياً عم بيحاولوا أو عم بيطبقوا نظام التعليم الإلكتروني مع طلابهم، هل فعلياً حسوا بهذا
بهذا الفرق؟ هل فعلياً الموضوع إيجابي لهالدرجة من ناحية إنه الطلاب احتفظوا في المعلومات أو لا، أو زاد تحصيلهم مع حفظ لو حكينا إنه مضمون الاوثنتيسيتي أو اللي هو عدم الغش عند الطلاب؟ تمام، هنفتح باب المشاركة دلوقتي حالياً لكل الحضور الكرام. ياريت اللي عاوز يتكلم يكتب في الشات واحد عشان نفتح الشات، نفتح له المايك بس. اللي عاوز يتكلم يفتح المايك كل واحد عشان يفتح المايك. اوكي دكتورة أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أسماء بس أنا طالبة، بس كنت حابة أرد الأول على السؤال بتاع دكتور. ممكن بداية دكتور أسماء تعرفينا بنفسك؟ أنا طالبة في ثالثة لغات مترجمة جامعة الأزهر، مدرسة لغة إنجليزية، وحالياً ابتديت أهتم بالتعلم عبر الإنترنت والتصميم التعليمي. ابتديت دراسة تصميم تعليمي أونلاين على منصة إدكس. أنا كنت الأول حابة أجاوب على سؤال الدكتور ياسمين، هل فعلاً التعلم عبر الإنترنت والأبحاث اللي تم استبدالها يعني الاختبارات اللي استبدلت بالأبحاث بسبب الكوفيد 19 كرايسيس، هل ده كان فعال ولا لا؟ في الحقيقة يعني أنا في شهر واحد قدرت إن أنا أدرس كورسز تانية بجانب الأبحاث اللي أنا أوريدي مطلوبة مني في الجامعة، فالبرودكتيفيتي بتاعتي زادت جدا، تركيزي زاد جدا، الوقت المستهلك زي ما حضرتك قلتي في المواصلات وفي النزول كان اقل، التواصل مع زمايلي في المشاريع البحثيه كان افضل بكتير جدا، خصوصا ان معظمنا من محافظات مختلفه. يعني ده كانت اجابه لسؤال حضرتك. احتفاظي بالمعلومات اسهل، قدرتي على تنظيم المعلومه اسهل، قدرتي على ان انا اختار الطريقه اللي انا عايزه اتعلم بيها كانت فلكسبل اكتر بكتير من ان انا في طريقه واحده للتعلم لو باخد المحاضره يعني فيس تو فيس. تمام. بالنسبه يعني احنا فجاه اضطرينا ان احنا نغير الاسلوب بتاعنا، بس احنا حاليا بقينا بنستخدم تولز جديده بس مش بنغير الكونتنت، فازاي نقدر ان احنا نبتدي نعدل الكونتنت، المحتوى التعليمي نفسه نبتدي الجامعات تغير فيه، الدكاتره او المحاضرين يبتدوا يغيروا فيه، لان احنا ابتدينا نعتمد على اسسمنت بس الكونتنت نفسه اللي احنا بنحاول نغير طريقه الاسسمنت بتاعته محتاج يبتدي يتعدل عشان برضو يواكب الظروف اللي احنا ابتدينا يعني ندخلها. بس ده سؤالي. شكرا لحضرتك دكتور اسماء. اظن السؤال واضح دكتور نسرين، ان هو في البدايه هم بتسال عن المحتوى ازاي يتم تحويله. طبعا 100%. طبعا هاي هي المرحله الثانيه هلا من الورك شوب، رح نحكي بالضبط كيف نحضر الماده التعليميه. خلاص ناخذ دكتوره ايمان عرفه. اتفضلي دكتوره ايمان. السلام عليكم. مش عارفه حضرتك سامعني؟ حضرتك سامعني؟ طيب اهلا بحضرتك يا دكتوره. دكتوره ايمان عارف، استاذ مساعد بكليه الفنون الجميله جامعه حلوان، تخصص تاريخ فن. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك دلوقتي من خلال التعليم الالكتروني احنا بنجابه مشكله خطيره، يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك احنا بنستخدم طبعا في الجائحه اللي حصلت دي اضطرينا ان احنا نستخدم اكتر برنامج استخدمناه هو برنامج زوم، معظمنا استخدمه. طبعا حضرتك احنا مثلا المحاضره كانت مثلا تبقى في قاعه المحاضرات ساعه ونص او ساعتين، طبعا حضرتك انا بدرس ماده نظريه مقترنه بالعملي لكن ما بستخدمش العملي، يعني مدربش عملي، لكن حضرتك شايفه ان المحاضره بدل ما بتاخد ساعتين بقت اصبحت 4 ساعات. اعتقد ان من خلال معرفه الادوات التعليميه الالكترونيه، اعتقد من خلال البروجرام اللي حضراتكم عاملينه ان شاء الله تساعدونا ان احنا نقدر نلم الماده العلميه، لكن دي نقطه. نقطه ثانيه حضرتك مهمه قوي، احنا دلوقتي حضرتك يعني في مشكله عندنا خطيره اللي هي بتاعه الملكيه الفكريه. بعض الاساتذه بيضطروا طبعا يستخدموا كتب، والبعض منهم بيحطها ريفرنس وبعض لا، وفي صور من جيبها اوريدي من على الانترنت. فاعتقد ان
مع الوقت هنتعرض لمساءلة قانونية من ناحية الملكية الفكرية، لأن معظمنا بيستخدم في الأدوات التعليمية فيديوهات، ممكن هذه الفيديوهات أو صور أو معلومات أو كتب. طبعاً مع سرعة الوقت والضغط، حضرتك أنا بدرس مرحلتين، مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وبالإضافة للإشراف الأكاديمي، طبعاً الحاجات دي حضرتك إحنا أدوات محتاجين نلمها في وقت قصير. طبعاً كتر خيركم إن أنتوا بتعرفونا أنواع التعليم الإلكتروني، لكن إحنا محتاجين بصراحة تحطوا إيدينا على كيز تبقى واضحة، يعني إزاي أعمل اختبار إلكتروني، إزاي صحح إلكتروني، إزاي إن أنا أعمل المحتوى العلمي بتاعي بتاع المحاضرة بتاعتي في أقصر وقت، وإيه أهم البرامج المتاحة. يعني شكرا لحضرتكم. شكرا لحضرتك دكتور. حضرتك دكتور نسرين جاوبي على حتة، وأنا هجاوب في حاجة في إضافة هقولها بعد إذن حضرتك فندم بعد ما نخلص. أكيد. شكرا دكتور إيمان. الكونسيرن تبعك اللي هو إنشاء المادة التعليمية نفسها، إن شاء الله هو اللي هلأ رح نبلش فيه في الوركشوب تبعتنا، فما تقلقي. رح نفوت في التولز اللي مستعملة لكل نوع من التعلم، إيش اللي نقدر نستفيد منه، كيف نقدر نطور التعلم تبعنا. طبعا زي حضرتك ذكرتي هلأ إنه في عنا ضعف في موضوع كيف نميز الملكية الفكرية، إيش الأشياء اللي نقدر نشاركها، إيش الأشياء لازم ناخد إذن منها أو حتى ممكن تكون مدفوعة. إذا ظل معانا وقت في الوركشوب هاي ممكن نحكي شوي عن أنواع الملكية الفكرية للمادة التعليمية أو المادة الموجودة على الإنترنت بشكل عام. أنا بشكر دكتور نسرين وبشكر دكتور إيمان. إيمان، في نقطة صغيرة، إحنا الحمد لله كل ورش اللي إحنا بنعملها في إيمرج أفريكا هي فور فري، وبيتم تناول جانب عملي فيها. يعني مثلا حضرتك بتتكلم عن الاختبارات الفنيه، ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي الجمعه القادمه هيكون معانا دكتور احمد بيتكلم عن الاختبارات الالكترونيه على نظام البلاك بورد، وهيكون معانا بعدها حد هيتكلم عن نظام الاختبارات الالكترونيه على الموديل وازاي تنشئ اختبار الكتروني. فاحنا بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نعمل كده، وانا سايب الايميل بتاعي مع حضراتكم بحيث ان اي توجه او اي طلب حضراتكم تطلبوه انا بحاول ارفعه للجامعه عندي في جنوب افريقيا، بحيث ان احنا نقدر نوفر لكم كل اللي نقدر نعمله. شكرا ليك. دلوقتي ننتقل للدكتوره ايهام. بتسال دكتور نسرين، هل في التعليم الاساسي يكون الحضور للصفوف بالمدارس ضروري، وخاصه في المراحل الاساسيه في التعليم الابتدائي؟ هلا موضوع الكوفيد 19 اجباري انه ما يكونوا موجودين في الكلاس روم. احنا اشتغلنا مع مدارس، بالاضافه الى انه مثلا من قرايبي مثلا ونسي بنات اختي مثلا اضطروا انه يلجأوا كليا للتعليم الالكتروني في عمر كتير صغير. فبصراحه اذا حكينا اذا عندنا الخيار بين البلندد وانه يكون ديستنس، لا ديفينتلي يكون بلندد، حتى اذا كان اوفلاين للطلاب الصغار لحد 90% طبعاً بيكون كتير أحسن. هذا عم نحكي عن البريليدز، يعني صف مثلاً الثالث رابع، لأنه فعلياً بيحتاجوا التخرج الاجتماعي، بيحتاجوا تنمية المهارات عندهم، بيحتاجوا يعرفوا إيش يعني تعليم، بيحتاجوا يعرفوا إيش أهمية الانضباط. بالكوفيد 19 طلاب المدارس أو المدارس اضطرت إنه تسكر هذا الباب، اضطرينا ننتقل 100% للتعليم الإلكتروني. صار في أشياء أو ما كان التعليم بالكواليتي اللي محتاجينها الطلاب. نعم، فإذا كان عندنا الخيار لا طبعا يكون مدمج أحسن. تمام، ننتقل للدكتورة نوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم عرف نفسك. أنا دكتورة نوال صلاح الدين من كلية العلوم التطبيقية بصلالة صنفية عمان. الحقيقة إن إحنا ككليات بنشتغل على نظام البلاك بورد بشكل أساسي من قبل كوفيد 19، لكن المشكلة اللي قابلتنا إن إزاي الطلبة تكون متشاركة معنا بشكل كافي، بمعنى إن الطالب كون إن الأستاذ ما بيشوفوش وجها لوجه، وتعديل الأسايمنتس وإحنا معظم شغلنا عملي، كان هو ده المشكلة الكبيرة. أنا شايفة إن الطلبة في خلال الفترة فتره حظر الدراسه وما الى ذلك كان ادائهم افضل في المواد النظري. المواد العملي قابلتنا مشاكل كتير من ناحيه كيفيه الحل، لكن في النهايه الاوتكم بتاعهم كان جيد واستحق الدراسه. ان الطالب ازاي ان هو قدر يعمل التطبيقات العمليه بتاعته بالرغم من وجود
مشاكل تقنية ومشاكل إن هل أجهزة الكمبيوتر بتاعتهم تصلح إن هم يشتغلوا زي الكلية وما إلى ذلك. السؤال هنا إزاي في ظل الوضع الحالي واللي إحنا ممكن هنستمر عليه يمكن السنة الجاية كمان يمكن الترم اللي جاي مش عارفين لسه، إزاي إن إحنا نخلي الطلبة يبقى فيه إنجيجمنت أكتر أو يبقى فيه تواصل أكتر مع المادة التعليمية، إزاي إنه يبقى فيه نوع من الانتر أكتيفيتي أكتر من الوضع الحالي. إن شاء الله عم بحاول أغطي هذا الموضوع برضو لاحقاً في الوركشوب هاي، بس أكيد يعني هذا واحد من تحديات التعليم الإلكتروني الكبيرة، لأنه مش لأنها مستحيلة، لأنه إحنا كمجتمع أو كمؤسسات تعليمية مش متعودين على نمط معين، يعني عم بصير إنه عم نحاول نعكس نفس النمط أونلاين، فعم بتصير مشاكل. المنطق هو إنه نختار أنماط جديدة تبقى على الأونلاين. إن شاء الله أقدر أجاوب سؤالك. شكرا جزيلا. ننتقل للدكتورة إلهام. دكتورة إلهام. ألو. تفضل يا دكتور، عرف نفسك. مساء الخير، شكرا ليك وشكرا للدكتور نسرين. أنا إلهام محمود، مدير مشروع نحو عدالة الأطفال بهيئة ترد زون مصر. أنا بحكم شغلي بحتاج دايماً إن أعمل تدريبات للناس اللي هم شغالين في منظومة عدالة الأطفال زي القضاء والنيابة، خبراء اجتماعيين، وده طبيعة شغلنا إن إحنا طول الفترة بندرب الناس ديت على إزاي إن هم يطبقوا قوانين صح وإزاي إن هم يحسن وضع الأطفال في المنظومة القضائية. فبطبيعة شغلنا كل التدريبات الفترة دي توقفت بسبب COVID-19. فدلوقتي احنا بنحاول ان احنا نستخدم التدريب عن بعد على اساس ان احنا ما نوقفش الشغل، لان ما زال المحاكم شغالة والناس شغالة، فمحتاجين بالفعل التدريبات دي. فدوت اللي بيواجهنا دلوقتي مشكلة ان احنا عندنا المانيوال لكن مش قادرين نطوعه ان هو يتقدم عن طريق الانترنت. دي مشكلة بالفعل مقابلانا، فمحتاجين إن حد يساعدنا إن إحنا إزاي نحول الماتيريال اللي عندنا كلها دي مادة علمية نقدر نقدمها على زوم، نقدمها على تيمز، على أي موقع من المواقع اللي إحنا بنشتغل عليها الميتينج بتاعتنا العادية. دي حاجة. الحاجة التانية اللي بتكلم فيها بالنسبة للأطفال، يمكن أنا دخلت السؤال دوت، إن بالفعل أسر كتير وأهالي كتير واجهت مشكلة في حتة الأبحاث التعليمية اللي ابتدت في مصر الفترة دي يعملوها، وكانت الموضوع بالنسبة لهم كان في منتهى الصعوبة، لأن 3/4 الأهالي أو الأسر اللي هم من طبقات متوسطة أو أقل من متوسطة ما عندهمش أي فكرة خالص بإن هم إزاي يتعاملوا مع الإنترنت أو يساعدوا أولادهم إن هم يخشوا على الإنترنت يذكروا أو يتلقوا معلومة أو الكلام دوت. فكنا محتاجين ان الاطفال في الصغيرين يتعملهم زي كورس يتعلموا ازاي ان هم يستخدموا الانترنت، لان احنا شايفين ان الموضوع عندنا مطول شويه، فمش هقدر اعتمد على ان الطفل ممكن يروح يومين المدرسه والباقيين والثلاث ايام الباقيين او الخمس ايام الباقيين قاعد في البيت ما بيعملش حاجه. فبتهيالي هيبقى احسن ان احنا يبقى فيه لو كورس للاطفال الصغيرين في فتره التعليم الاساسي يقدروا ازاي ان هم يتعلموا عن طريق الانترنت ويتعاملوا مع الانترنت اذا كانت الاهالي مش قادره تقدم لهم المساعده دي، فده يبقى حاجه كويسه يعني بالنسبه لينا يعني. شكرا دكتور الهام، بس احنا هيك رجعنا لنفس النقطه في هذا الاقتراح، اذا بدي اعملهم كورس الكتروني كيف يتعلم عن طريق الانترنت اتوقع صعب بالذات للاطفال، يعني هو الاصل انه مثلا المدرس تبعهم اذا ما في مجال انه الاهل يساعدوا في الموضوع ممكن المدرسة اللي هم فيها أو النوادي اللي بيروحوا لها تساعدهم فعلياً يكونوا قاعدين في نفس المكان فرضاً ويفتحوا جهاز ويورجوهم كيف يستعملوه، أما ما بيكون كتير نعمل كورس إلكتروني كيف يتعلموا إلكترونياً. طبعاً هذا بفيد في المراحل المتقدمة أو المتوسطة خلينا نحكي، أما كمبدئياً بالذات الأطفال البري ليدرز اللي ما بيعرفوا يقرأوا ويدوروا لحالهم هم فعلياً بحاجة حدا يوجههم. أظن إن مرحلة التعليم الأساسي إحنا عندنا في مصر بتعني الابتدائي والإعدادي، مش الرياض الأطفال اللي هم سن 4-5 سنين، يعني ممكن من سن 10-9 سنين الطفل بيتعامل مع الكمبيوتر، بيتعامل مع الإنترنت أو بيتعامل مع الميديا عموما، إن هو بيفتح عارف إزاي يفتح، عارف إزاي يشتغل على الجهاز،
لان هو طول الوقت بيلعب على الجهاز، لكن ما بيعملش غير ان هو بيلعب، يعني قادر يتعامل مع الجهاز لكن في حته معينه. فانا من رايي لو نقدر نعمل حاجه مناسبه ليهم كان هيبقى افضل يعني لينا. اكيد اكيد ان شاء الله. انا اخذت التعليم الاساسي اللي هو الاعمار الاصغر، فاعذريني. لا احنا عندنا التعليم الاساسي ابتدائي لغايه اعدادي، لغايه ثالثه اعدادي، فيعني يعني الطفل ساعتها بيكون عنده مثلا 14 او 15 سنه يعني. ان شاء الله التعليم الاساسي ماده بغض النظر هي لمين موجهه الكترونيا. ان شاء الله هلا بعد ما نخلص الورك شوب بيكون في فكره منيحه عن الموضوع، واكيد في كثير. شكرا دكتور إلهام. ننتقل دلوقتي دكتور محمد كان بيتكلم بيقول الاحتفاظ بالمعلومات قد يصل 100% لان جوجل درايف الفيديوهات محفوظه عليه. حقيقي فكرا فعلا الفيديوهات لما تكون محفوظه بقدر ارجع لها اكتر من مره. في عندنا دكتوره ريم كان طالبه الكلام. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء شكرا كثير على انا اسمي ريم ابو حارب، انا شخصيا مخلصه من درهم يونيفرسيتي ودراستي كانت كلها أونلاين 100%. فأنا يعني اللي عم تحكوه music in my ears، وهاي الوركشوب أجت بوقتها. والسبب إنه بديت أحس الناس قد إيه في الأول كانوا مش معترفين في موضوع الدراسة أونلاين، قديش كانوا يعتبروها هي دراسة أقل من مثيلاتها، مع إنه الجهد اللي بنحط على الدكتور وعلى الطالب أضعاف مضاعفة. موضوع البلاجيريزم، موضوع عدم التلاعب، موضوع انه الواحد يكون عم بيقدم كل شيء على تيرنت ان، هاي لحالها دليل انه احنا في مصداقيه وموثوقيه في اوراق الدراسات اللي احنا كنا عم نقدمها خلال عملنا. بالنسبه للنقطه اللي سالت عنها الدكتوره نسرين عن موضوع التعلم عبر الانترنت، واذا الاستاذ او عفوا الطالب بيحتفظ بمواده اكثر، انا بالنسبه لي كل ما درسته من سنوات سابقه لازلت أحتفظ به لتاريخنا الحالي، لأنه كله كنت أعمل له داونلود وأحتفظ فيه. لما إجينا في موضوع الكوفيد 19 وكيف إحنا ندرس طلاب، أنا في عندي مدرسة الحمد لله رب العالمين، لا خلينا أقول لحد عمر صف سادس، وبشارك الدكتورة اللي سبقتني في مجموعة من الكونسيرنز اللي تكلمت عنها، ولكن بعتقد it takes two to make a relationship work. يعني إحنا في هلأ جزء أساسي حاطينه في بالنا للسنة الدراسية القادمة زي ما تفضلت الدكتورة، تدريب الطلاب أولاً، والتدريب على أخلاقيات ومهنية الدراسة عن بعد، سواء أخلاقيات بتخص الطالب أو أخلاقيات بتخص الأهل أو حتى أخلاقيات بتخص المدرسة والمدرسين اللي فيها. وبتمنى أنه نتطرق لهذا الموضوع في المستقبل. وشكراً لكم، مستمتعة جداً، وإن شاء الله معاكم لنهاية الدورة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. أنا بوجه شكري لحضرتك جداً. أنا أسف دكتور نسرين بقطعك، بس عشان التزاماً بجدول العمل أنا هقرأ تعليقات بسرعة للدكتورة نسرين، ونشكر الدكتورة ريم إن هي تكون يعني آخر سؤال المرة دي. خلاص كده إحنا خلصنا الأسئلة، وننتقل بعد ما أقول التعليقات والدكتورة نسرين تجاوب آخر سؤال، أنا ننتقل للجزء الثاني من الورشة إن شاء الله. تفضل يا دكتور نسرين. هلا في تواجد شوف مش جديد، هو شوي قديم، اللي هو خلينا نقول ديجيتال ليترسي. ديجيتال ليترسي اللي هو جزء منه كتير بيعلم الإثكس أونلاين، هذا موجه للأهالي، موجه لأي مستخدم إنترنت، موجه لطلاب المدرسة إحنا أو حتى الطلاب بشكل عام، يعني طلاب الجامعات، المدارس، التعليم المستمر، حتى ال إيش بيكون ديجيتال سيتيزن اللي هو عم نعلم أخلاقيات التعامل على الإنترنت، عم نعلم أخلاقيات إنه أنت تدرس المادة الفلانية، أخلاقيات إنه أنت تشيل هاي المادة، طريقة تعاملك مع الناس. ففي هيك resources already موجودة، للأسف بالعربي في ضعف كبير عنا في الموضوع، بس هاي فكرة كتير منيحة. أتوقع لازم يكون في initiatives اللي حاول يمكن تطلع عن طريق إدراك كمان لهذا الموضوع، عشان نوعي الناس في هذا الموضوع. كتير ناس ما يمكن ما بيفكروا فيها، ممكن تشير أي إشي عن الإنترنت، ممكن تشير أي ورقة بحثية مثلاً هو صاحبها مش قابل إنه أنت تشيرها فرضاً أو حتى بديل. فمعك حق 100%، ولازم هاي المبادرة تكون موجودة. شكراً دكتور نسرين بالمحادثات اللي موجودة. دكتورة أريجي إحنا بنعتذر لك، دكتورة أريجي إن شاء الله هنسمع صوت حضرتك. دكتورة نسرين في حد دكتورة إلهام بتقول إن أرجو إن يتم عمل دورات الأطفال في التعليم الأساسي لاستخدام الإنترنت. بعد كده
دكتور أسامة بيقول التعليم الإلكتروني في معظم النطاقات بيركز على المعلومة ويهمل مهارات القرن 21 للمتعلم. بعد كده الدكتورة إيناس بتقول ما هي إمكانية إدخال مجال جديد كالسياحة الجيولوجية وجيوبارك عن طريق دورات التعلم الإلكتروني وخاصة مع صعوبة التحرك السابق؟ بجواب على سؤال دكتور أسامة بالأول أو لاحظته، هو فعليا المنصات هلا نحكي إنه شوي المنصات العربية نوعا ما جديدة، أوكي يعني خلينا نحكي كلها تقريبا بلشت بشكل واضح بعد 2012 و2013. حاليا ما بدي أقول إنه الكل، بس صار في وعي على هذا الموضوع، صار في تركيز كتير على بالضبط مهارات القرن 21. بدي أعطيك مثال مثلاً على إدراك، طبعاً في منصات كتير مثلاً الإعداد الوظيفي، هذا بالضبط مهارات القرن 21، خطة العمل، دراسة الجدوى، إدارة المشاريع، كلها هاي فرضاً إحنا أو غيرنا في منصات كتير رائعة برضو موجودة. كل الكورسات الموجودة فعلياً مبنية على أبحاث، مبنية على ريسيرتشز إنه إيش المطلوب بسوق العمل حالياً. فإذا بتحب أقدر أبعث لك لينكس، إذا عم تحكي إذا بتقدر تحكي لي إيش بالضبط اللي عم بتدور عليه ممكن أقدر أساعدك. تمام. أنتقل للدكتورة دكتورة إيناس اللي هي بتتكلم عن الجيو بارك والدكتورة الجيولوجية، السياحة الجيولوجية. السياحة الجيولوجية والجيو بارك. هلأ مش كتير قادر أفهم السؤال، هل هي إنه كيف ندرس أو كيف نظهر السياحة بطريقة تكنولوجي؟ في كتير تكنولوجيز منها الـ Virtual Reality Simulators أو الـ Augmented Reality، أو حتى في كورسات أو دوكيومنتريز عم تيجي بتسوق لموضوع السياحة. إذا عن طريق دورات تعليم الإلكتروني زي ما حكيت ممكن تشتغل بتكنولوجيز ثانية فبتعود على الموضوع. ممكن بتتكلم عن الدورات التدريبية أو الورش العمل أو الكورسات لو في حاجة زي كده، أو إمكانية إن إحنا نعمل حاجة زي كده؟ أكيد يعني هلا في توجه كتير، لأنه زي ما حكيت إنه في صعوبة تحرك ولسه المجال موجود ومطلوب، فأنا بعرف إنه في كتير توجه على الموضوع زي ما حكينا إنه ندمجه بتكنولوجيا ثانية نعوض شوي الفرق. تمام. ممكن ننتقل بقى للجزء الثاني من الورشة. أسامة شكرا كتير إنك كملت 40 مساقة إدراك، إن شاء الله. تصميم المادة التعليمية عبر الإنترنت، هذا هو الجزء المين اللي إحنا جايين نحكي عنه اليوم. تصميم المادة التعليمية عبر الإنترنت مينلي بتضمن 4 فيزز أو 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو صياغة الأهداف التعليمية، اللي هي فعلياً هي البيس، هي الأساس لكل العملية التعليمية لإيجاد المادة التعليمية. بناء على الأهداف اللي أنا بدي أكتبها بقدر أقرر إيش أساليب التقييم، وبالتالي من أساليب التقييم والأهداف بقدر أقرر إيش الأنشطة التعليمية الإلكترونية والأدوات اللي بدي أستعملها مع الطلاب. بعد ما أنا بنيت المادة التعليمية هاي والطلاب أخذوها، المرحلة الرابعة اللي هي تقييم الأثر، نشوف هي فادتهم هي ما فادتهم وإيش رد فعلهم عليها. هاي هي المراحل الأربعة لإنشاء المادة التعليمية. مستويات التعلم تقل لتصنيف لم. أوكي. أكيد معظمكم بيعرف عن إيش عم نحكي إحنا لما نحكي لتصنيف لم. بلوم هو بنجامين بلوم، عالم نفس أمريكي متخصص في البيداغوجية اللي هي التعليم. خلينا هو عرف أكثر شيء في الميدان التربوي خاصة بصياغته للأهداف التعليمية، وطلع معها الميثودولوجي اللي هي إحنا عم نستعملها وكتير شائع في الوسط الأكاديمي اللي هي تصنيف بلوم. طبعاً اللي صار إنه هو كان عم بيحاول يساعد بروفيسور صديقه في أحد الامتحانات الموجهة للطلاب، وبلش يلاحظ إنه الأسئلة مكتوبة بحيث كل واحد فيهم عم بيحكي عن ليفل مختلفة. بلش يفكر ويدرس في الموضوع، طلع معاه إنه التعلم ممكن ينقسم لست مستويات مختلفة. التذكر بالأول، إنه أنا بتعلم معلومة بحاول أتذكرها بعدين. الفهم، لا أنا فاهم إيش عم بدرس. المرحلة اللي بعديها اللي هي التطبيق، أوكي هي أنا تعززت المعلومة عندي أكثر. بعديها التحليل، أنا بعد ما طبقت صرت أحلل
وأخذ دروس من التطبيق اللي أنا عملته. التركيب اللي هي المرحلة الأكبر اللي هي أنا فعلياً عم ببني إشي، أنا عم بعمل بروجكت بعد ما أنا درسته فتذكرته ففهمته فطبقته وصرت فاهمه لدرجة أقدر أحلله صرت بقدر أبني مثله. التقويم اللي هي خلينا نحكي صرت كمان أقدر أحلله أكثر من هيك أو to criticize it. كل ما تقدمنا في المستوى كل ما تعمق الطالب في عملية التعلم. المستويات العليا تشمل المستويات الأدنى منها، بمعنى إنه إذا الطالب قام بالتطبيق فهذا يعني إنه أوريدي فاهم ومتذكر المعلومات اللي عنده. تحت كل مستوى من مستويات التعلم هناك مجموعة من الأفعال اللي يمكن للمتعلم القيام بها. على سبيل المثال لما نحكي إنه التذكر اللي هي المستوى الأول من التعلم يعني التحديد يعني الاستحضار المعلومة يعني ترتيبها تنظيمها نسخها وإلى ما ذلك. الفهم ممكن يكون شوي أعمق فمنروح بالتصنيف الوصف والتفسير ربط توضيح فرز إلى آخره اللي هو ملاحظ إنه شوي أدفانست عن التذكر وكذلك. طيب الأهداف التعليمية، الأهداف التعليمية بتنقسم لأهداف عامة وأهداف فرعية. الأهداف العامة اللي هي يعني بنحكي فيها لما بنحدد مستوى التعلم حسب تصنيف لهم. مستويات التعلم زي ما اتفقنا هي الستة اللي حكينا عنها أنا آسفة اللي تذكر فهم التطبيق التحليل. لما بنحكي عن الأهداف العامة لازم نكون عم نستهدف واحد منهم. مثال على هدف تعليمي عام، بنهاية القسم الخاص بأساليب البحث العلمي سيكون المتعلم قادراً على تحليل أساليب مستخدمة في الأبحاث العلمية. لاحظنا أنه هون عندنا مقسوم لجزئين، الجزء الأول اللي هو الشرط عندي أنه بنهاية القسم الخاص. الجزء الثاني إيش المستوى التعلم اللي أنا مستهدفه اللي هو عند التحليل. هاي هي الطريقة نكتب فيها الأهداف التعليمية بشكل عام العامة، أنا آسفة، اللي هو بنحط شرط، بنحط مستوى تعلم والشرط إمتى أنا متوقع من الطالب إنه يحقق. الأهداف الفرعية شوي مفصلة أكثر من هيك، ينصح بشدة أن يحدد الفعل الذي سيقوم به المتعلم. مثال على ذلك أن يصبح المتعلم قادراً على المقارنة بين كل من أسلوب الكمي والأسلوب الكيفي في البحث العلمي. لاحظ أنه هون إحنا عم نحكي عن المقارنة، وين الذكرى؟ مستويات التعلم هاي كل واحدة فيها تحتيها في أفعال. التذكر ذكرنا منها التحديد، الاستحضار، الترتيب، التنظيم وما إلى ذلك. مثلاً هون أنا في عندي المقارنة اللي هو إيش الفعل اللي سيقوم به المتعلم. طبعاً بعد ما نخلص الدورة أو الوركشوب اللي عم نعملها هلأ لمحدودية الوقت ما رح أقدر أفوت كتير بالتفاصيل هاي، بس ممكن أشارك معكم دوكيمنتس بتغطي هذا الموضوع إن شاء الله. التقييم في التعليم الإلكتروني، هاي هي المشكلة الشائعة عند كثير من المؤسسات لأنه مش قادرين نضبط النزاهة تبع الامتحانات. طبعاً هاي الصورة عم تفتح لنا دوكيمنت هلأ راح نحكي فيه أكثر. أبرز المشاكل التي تواجه الطلاب في التقييم الإلكتروني أو لما بدي أقيم لهم شغلهم إلكترونياً. المشكلة الأولى هي طبعاً أوضح إشي وأكثر إشي شائع، المشاكل التقنية لصعوبة أو عدم توفر الاتصال بالإنترنت أو بطء الاتصال بالشبكة أو أصلاً ما عنده الأجهزة المؤهلة للاتصال بالإنترنت عشان يقدر يقدم الامتحان مثل عليه أو الأسايمنت المطلوب. المشكلة الثانية اللي هي تجربة المستخدم اليوزر، لأنه مثلاً هم عندهم صعوبة بإنشاء حساب على نظام التعلم الإلكتروني، مش متعود يستعمل تكنولوجيا، ما كان ميوله مثلا تكنولوجي او ميوله ممكن يستعمله في السوشيال ميديا، ما اشتغل على تعلم الكتروني قبل هيك، فجاه لقى حاله مضطر يقدم امتحانات. اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها لما نتعامل مع طلاب الجامعات دائما ناسين كل الباسورد تبعتهم، فهاي مشكله كبيره بتواجههم لما يفوتوا يقدموا امتحان. فشل حفظ الإجابات عند تقديم الاختبارات والمادة المطلوبة عادة برضو بتكون مرتبطة بالمشاكل التقنية. الامتحانات الإلكترونية قد لا تقيس المستوى الحقيقي للطالب حسب هي كيف مبنية، وبرضو كمان غير إنه كيف مبنية إمكانية الغش كبيرة نوعا ما في التعليم الإلكتروني.
وقد لا تلائم بعض المواد العلمية والتطبيقية زي ما حكينا. كلفة المادية هاي برضو من أبرز المشاكل. الجامعة مضطرة تهيئ الأجهزة والأدوات المناسبة للتعليم الإلكتروني، والطلاب لازم يكون عندهم الأجهزة اللي بدهم يستعملوها. فممكن منهم مثلاً ما عندي لابتوب، هلأ صار مضطر يشتري لابتوب، أو مضطر يشتري خدمة إنترنت سريع هو بالقبل ما كان محتاجها. توصيات لتحسين تجربة التقييم الإلكتروني. أول إشي خطط إدارة التغيير اللي هي change management، لازم نشتغل على تغيير attitude أو تغيير فكرة أو وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلاب بنفس الوقت اتجاه التعليم الإلكتروني. نوعاً ما هلأ صار مفروض علينا، هو لازم نتأقلم معه، بالإضافة إنه أثبت فعاليته فلازم نتعود عليه عشان نقدر نستعمله بشكل أحسن قدام. طبعاً النصائح هي إنه نحط خطط مناسبة وتدريب وتوجيه وزيادة وعينا. الطريقة الثانية اللي هي تسهيل تجربة استخدام التكنولوجيا للمستخدمين. مثلاً أعضاء التدريس، واحدة من التوصيات اللي أعطيناها إنه مثلاً عضو التدريس أبداً مش متقبل فكرة التعليم الإلكتروني، أو إنه يضطر يقعد يتعلم على الكمبيوتر عشان يقدر يعمل ديليفري للمادة تبعته. فكانت واحدة من التوصيات مثلاً بسبيشال كيسز يكون في عنده TA، يكون في عنده تيتشر أسيستنت عشان البروفيسور يقدر يركز على المادة نفسها وما تقل كواليتي الديليفري تبعه. طبعاً أكيد توفير التدريب المناسب وتوفير التكنولوجيا لإلهم عشان برضو ما تكون عائق. التكنولوجيا المطلوبة ممكن إحنا للطلاب نوفر مكتبة إلكترونية دائمة مثلاً، زي ما تفضلت واحدة دكتورة قبل شوي حكت إنه إحنا بدنا الدليل على الإنترنت يقدر يساعدهم مثلاً إذا رجعوا خربطوا أو مش عارفين معلومة معينة، يقدر إلكتروني يفوت يحضر هاي الدورة ويرجع يتعلم هاي المهارة مرة ثانية. زيادة الوقت الزمني للاختبارات الإلكترونية، استخدام أسلوب الاختبارات المفتوحة اللي هي Open Book، أوكي؟ فبالتالي ما بصف الامتحان بالطريقة العادية اللي إحنا متعودين عليها، ممكن يكون ريسيرش أبحاث بدل ما هو امتحان حل أسئلة ممكن الطلاب يشاركوا الإجابات بينهم. تقنيات المراقبة على عن بعد زي السيستم اللي ورشيتكم إياه قبل شوي، استخدام الأدوات الإلكترونية لتتبع إنجازات الطلاب مثل الريبورتس على الطلاب. التوصية الأخيرة اللي هي اختيار الأساليب التقويمية المناسبة مثل الاختبارات المقيمة ذاتياً، هذه موجودة بمعظم LMSs زي إدراك، زي موديل، زي بلاكبورد وما إلى ذلك. مثلاً عضو هيئة التدريس بيكتب الامتحان وبيعرف الإجابات عليه، بالتالي السيستم بيعرف يصلح الأجوبة ويطلع علامة الطالب مباشرة. هذا كتير بناسب شعب كبير. طريقة تانية ممكن الاختبارات الفردية المراقبة أو اللفظية المباشرة، ممكن الدكتور يعمل الامتحان فيربل بينه وبين الطالب، هاي بناسب أكثر مثلاً طلاب الدراسات العليا، طلاب PhD أو الماستر، لأنه عدد هم بيكون أقل ولأنه الأسئلة الموجهة بتكون واضحة أكثر. اختبارات الإنشائية اللي هي الأساس حكينا، بدل ما تكون حل عادي. محافظة الإنجازات للبورتفوليوز، هاي مثلاً بتناسب الهندسة المعمارية فرضاً أو طلاب الفنون وما إلى ذلك. الأوراق البحثية أو تصوير الطالب لنفسه فيديو أثناء تقديم الاختبار. مش ضروري نستعمل سيستم مثلاً مشابه للي حكينا عنه قبل شوي، بس ممكن واحد من الشروط انه يكون ابعث لي فيديو وانت عم تحل امتحانك، او انه يجاوب الامتحان لفظيا ويبعث الفيديو. الطريقه الاخيره اللي هي simulations، نستعمل simulators. هاي مش موفره للكل، هاي تقنيه مش رخيصه ابدا، بس في بعض الجامعات بتوفرها. الانشطه التعليميه، هلا الانشطه التعليميه خلينا نحكي هي مش نشاط واحد. إحنا بالنهاية إذا بدي أطلع بتجربة تعليمية صح، ممكن أنا لما أجي أخطط للمساق تبعي أو للمادة التعليمية تبعتي أدمج أكثر من إشي مبار عشان أحقق الهدف التعليمي. ممكن أدمج 3-4 من الأنشطة التعليمية مع بعض عشان أضمن إن الأوتبوت اللي أنا بدي إياه هو اللي رح يطلع، أوكي؟ فخلينا نشرحهم شوي أنواع الأنشطة التعليمية.
تعلم عن طريق الاكتساب مثلا، اللي هي اكتساب معرفة مفاهيم جديدة مثلا عن طريق مشاهدة فيديو مسجل أو مباشر، قراءة نص، الاستماع لملف صوتي مثلا، أو عن طريق محاضرة عادية. هذا هو اكتسب المعلومة عن طريق أنه حضر إشي أو قرأ إشي. مثال عليها مشاهدة فيديو تعليمي عن أهمية التعليم. الطريقة الثانية اللي هي التعلم عن طريق التقصي، أنا بدي أخليه يتعب عشان يجيب المعلومة. مثال عليها أنه بنعطيه مهمة معينة للمتعلم ليقوم بحث ما. هون بيقوم الطالب بسؤال الأسئلة ومحاولة الإجابة عليه عن طريق التقصي وتحقيق في المصادر المتاحة عبر الإنترنت أو في الكتب، أو ممكن يعمل سيرفي يسأل الناس. هون بيقوم المتعلم بالتدرب على التساؤل مقارنة المصادر. مثال عليه أن يعطي الطالب مهمة البحث عن تعريفات مختلفة للبحث العلمي فرضا، فهو بروح بدور على الإجابة، بالتالي أتوقع أنه كثير رح تثبت معاه لوقت أكبر، أو ممكن يبلش يحللها ويطلع معاه نتائج غير اللي لقاها هو. التعلم عن طريق المناقشة، إنه يقوم متعلمين مثلاً بناقشة أحد المواضيع سوياً داخل منتدى النقاش discussion forum، وهي خاصية متاحة داخل معظم أنظمة التعلم، حيث يمكن المتعلمين طرح الأسئلة ورد على بعضهم. وأكيد في مثلاً بيكون في moderator في كذا، فبكون موضوع مرتب. مثال عليها إنه يقوم المعلم بإنشاء حائط نقاش رقمي يمكن للمتعلمين المشاركة عليه. رح أقول لكم إكزامبل عليه كمان شوي اسمه بادلت، حتى إحنا رح نستعمله هلأ. عملت واحد للورشة تبعتنا ورح نشوف هاندز أون كيف نقدر نستعمل. تعلم عن طريق الممارسة، بيقوم المتعلم بنشاط تعلمي ما ثم يحصل على التقييم تبعه عشان يحقق هدف معين. ممكن يجي التقييم من البيئة نفسها، من الزملاء، من الطالب نفسه، أو حتى من أستاذه. مثال علي أن الأستاذ يقوم بإنشاء مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مقدمة البحث العلمي على موقع كوز. هاي واحدة من التولز ممكن نستعملها. هلأ برضو موجودة هاي التولز كلياتها في شيء بحشيرها معكم. والطالب ببلش يمارس هذا الحكي، يضل يجاوب في الكويستشن بانك وكذلك، فبيكسب المعلومة. الإنتاج إنه أنا عم بطلب منه يطلع لي برنامج، يطلع لي بسوري بروجكت، أوكي؟ فأنا باجي بطلب منه أعطيني بالنهاية PowerPoint، أو روح فعلياً طبق لي إشي فيزيكال وجيب لي إياه. فأنا بطلب منه إنه يتعلم عن طريق الإنتاج. لما أطلب منه ينتج شغلة معينة، هي فعلياً بتضمن الأربعة اللي قبليها كلياتها، لأنه مضطر هو يتعلم ويدور ويسأل كيف تنعمل. تعلم عن طريق التعاون، اللي هو إحنا الدكتور مثلاً البروفيسور بيقرر يقسمهم لمجموعات وكلياتهم عم بيشتغلوا مع بعض على مقال أو على بروجكت معين. فبقوموا بتعلموا عن طريق الممارسة تقييم الأثر. تقييم الأثر اللي هي المرحلة الرابعة. هلأ أنا صممت المادة التعليمية، أوكي؟ رح نحكي كمان شوي عن التولز أكثر، بس بعد ما صممت المادة التعليمية شيرتها مع الطلاب، أخذوا امتحاناتهم، أوكي؟ وعملوا الأنشطة التعليمية اللي مطلوبة منهم. بصفي أنا بدي أعرف كعضو هيئة تدريسية هل فعلياً فادهم ما فادهم، أطبق نفس الشيء على الفصل الجاي ولا أنا مضطر أعدل عليه. طبعا هاي trials and errors بتضلها موجودة لحد ما نوصل لمرحلة إحنا راضين عنها. تقييم الأثر اللي هي مثال عليها طريقة القيمة المضاعفة، اللي هو إحنا نختار عينة، مش الكل، عينة أنا عارف إنه مثلا بروفايلها كامل، علاماتها منيحة كذا، فإجاباته فعليا هو فاهم إيش عم نحكي. خلينا نحكي باخذ منه بيانات، بدرس تفاعله مع الطلاب وبشوف بقيم بناء عليها هل المادة التعليمية اللي عملتها نجحت او ما نجحت او بدها تعديل. اوكي، في عندي 13 مبدأ للتعلم باستخدام الوسائط المتعددة المعرفية. خلينا نحكي شوي. مبدأ الوسائط المتعددة اللي هو هاي المبادئ طبعا حطت بعد دراسة، فخلينا نشوف ايش بطلع فيها. مبادئ الوسائط المتعددة، انه بيتم التعلم على نحو افضل من خلال الجمع بين الكلمات والصور، بدل ما انا بس اعطي المادة مثلا ارفع فايل وورد
فيه بس حكي ما فيه أي صور، لأنه زي ما بنعرف إنه معظم الناس visuals، بمعنى إنه المعلومة بتثبت 80% أكثر لما أكون شايفها عن من إني أقرأها قراءة. مبدأ الترابط إنه بيتم التعلم بصورة أفضل عندما يجري استبعاد السرد والأصوات والفيديوهات الغريبة. يعني ما تحط لي، ما تطلع لي من المود، أنا عم بدرس شغلة معينة، ما بدي صوت مثلاً مش متناسق يطلع، أو إنه تنطلي من نقطة لنقطة ثانية. مبدأ التتابع الفراغي، طبعاً هاي المبادئ لازم كتير نهتم لها عند إنشاء المادة الثانية. مبدأ التتابع الفراغي يعني إنه لما نعرض الصور والنصوص عند إنشاء المادة التعليمية خليهم متشابهين متناسقين عشان ما يتشتت الطالب. الشكلية بقول لك إنه التعليم بيكون بصورة أفضل عند السرد الكلمات، يعني هو بسمعها أكثر من إنها تكون مكتوبة، أو حتى لما هو بده يجاوب على إشي برضو إنه يحكي حكي تثبت معه أكثر من إنه يكتب. التتابع الزمني اللي هو لما يكون في عندي سرد أو صور خليهم يعرضوا في وقت واحد مش ورا بعض. الصوت يعني هاي أظن واضحة وبديهية إنه أنا بفضل أسمع صوت بشري، ما تحط لي روبوت وعم بقرأ، أوكي، لأنه بتشتت بصير أفكر فيه هو والصوت ولهجته بدل ما أنا أركز في المعلومة اللي عم بعطيها. الصور بقولك هاي كانت شوي مفاجأة، إنه لا يتم التعلم بالضرورة بصورة أفضل حينما تعرض صورة المدرس على الشاشة. إحنا كنا متوقعين العكس، كنا متوقعين إذا السكرين مثلاً كان فيها التوكينج هيد بيحكوله، إنه هلأ أنا كيف فاتحة السكرين تبعتي ومشير الكاميرا، أوكي؟ بالحقيقة عند التعلم لما ما تكون صوت المدرس موجودة بيكون في تشوش أقل أو distractions أقل، فبرضه الطلاب بركزوا في المعلومة أكثر. التكرار حكينا إنه بيتم التعلم أكثر من السرد وحده دون مصاحبة الكلمات للكلام، يعني خليهم موجودين قدام. التخصيص حكينا إنه بيتم التعلم بصورة أفضل حينما تعرض الكلمات بأسلوب محادثة بدلاً من الأسلوب الرسمي، يعني أنا عم بحكي معاكم هلأ مباشرة، ما عم بحكي بلغة رسمية جداً، لا إحنا عم نتناقش عم نرجع من أكل المعلومة. مبدأ الإشارة يتم التعلم بصورة أفضل عندما تعرض للمتعلم تلميحات عن هيكل العرض التعليمي، مثلاً إنه مثال أو تلخيص بنهاية كل وحدة، أو على ما توقف بيعرف مثلاً إنه هون خلصت هاي الوحدة رح ننتقل بعدين. التجزئة إنه تتقسم الدروس طبعاً لأجزاء أصغر أو مقاطع أصغر علشان برضو حتى كتايم مانجمنت يكون أحسن لهم. مبدأ التدرب والمعرفة السابقة إنه يتم التعلم بصورة أفضل حين تعرف أسماء وسمات المفاهيم الرئيسية. هذه المبادئ الثلاثة عشر اللي هي يعني بتعزز قيمة المادة لما إحنا الإلكترونية لما نعمل. تخفيف الحمل على الذاكرة العاملة، الطلاب لما يجي لهم أول إشي أسلوب هم مش متعودين عليه، أوكي، التعليم الإلكتروني إشي جديد على الجميع، فهم لازم يتعودوا عليه، بالإضافة إلى أنه كم المادة أصلاً كبير عادة بيكون. فهاي التبس اللي راح أشاركها معاكم فيها شوي كيف نخفف الحمل عنهم نفس الوقت نعزز عملية التعلم. نتجنب استخدام الأصوات الخلفية مع أكثر من نوع واحد في المدخلات التصويرية. طبعاً هاي زي ما حكينا قبل شوي إنه في ناس فيجوال، برضو في ناس مثلاً بتعلموا سماعي، أوكي؟ فأنا خليني على نفس الرتم ما تشتتني بأكثر من صوت مع بعض، فأنا بضل الموضوع ثابت في عقلي أكثر. تجنب الإفراط في استخدام الكلمات المطبوعة مع أي كلمات منطوقة أو سرد، يعني إذا في حدا عم بحكي يعني هي أنا عم بعمل هذا الغلط مثلاً، إنه في كلمات مكتوبة وأنا بنفس الوقت عم بحكي فبصير في تشتت. التجزئة إحنا بننصح إنه تجنب وجود أي معلومة غير مرتبطة بالموضوع في أي مقطع، المقطع لازم بالضبط يكون بس بحكي عن التوبيك اللي إحنا بنحكي عنه، أوكي؟ ما تطلع من الموضوع عشان لما أجي أسترجع المعلومة تكون واضحة في بالي ما أتشتت. تقسيم المهام إلى أجزاء أصغر،
تقليل حجم المادة اللي إحنا متوقعين من المتعلمين إنجازها ونجعلها موجزة ومحددة direct point. نقدم توجيهات مكتوبة للرجوع إليها. هاي بالذات لموضوع لما يكونوا عم بحلوا الامتحانات مثلاً في البيت أو عم بحاولوا يدرس في البيت، ما بدي كل شوي أجي أسألك كيف، لا خلي لي إياها توجيهات هاي مكتوبة وموجودة على جنب بقدر أرجع لها. نبسط كم المعالجة الذهنية من خلال تقديم عدة إشارات مساعدة لحل مشاكل معينة وكتابة كلمات مفتاحية لكل منها. التوصية اللي بعديها اللي هي زيادة الفائدة المحققة عن طريق عرض أمثلة للمتعلمين. هاي طبعاً كل ما أعطيت أمثلة أكثر كل ما تثبت المعلومة أكثر، ونحط روتين مثلاً إجابة ثلاث أسئلة بعد كل فيديو، فبصير الموضوع تلقائي وبيقلل الحمل على الذاكرة العامة. تكرار طبعاً كرر المعلومات الرئيسية، استخدام وسائل بصرية، نطرح فرص عدة لتكرار المهمة، كل ما أكدنا على المعلومة كل ما ثبتت أكثر، وتشجيعهم على زيادة كم المعلومات المخزنة في ذاكرتهم. في كمان وسائل التذكر مثل إني أنا أعطيهم فرصة أو أعطيهم hands out أشياء بيقدروا ينسوها ويخلوها عنهم يرجعوا يستذكروا منها مرة تانية. مفكرات تحتوي على صور، رسوم مثلاً infographics، المعلومات اللي تكون موجودة بشكل فيجوال، أدوات تعليمية تقلل الحمل على الذاكرة العاملة مثل الآلات الحاسبة. هاي بتوفر عليهم الوقت وبتقلل خلينا نحكي المنتل إفورت اللي عم بيعطوه، التدقيق الإملائي لإملاء الصوتي وكذلك. لأنه أنا هلا مش في مرحلة إنه أعلمه الحساب مثلاً، أنا عم بعلم مادة فبديش إياه يركز على جانب الماث فيها، بدي إياه يركز على المعلومة نفسها. استخدام القوافي والأغاني هاي أكيد كنا مرينا فيها، الشغلات اللي ما قدرنا نحفظها حفظ ألفنا لها أغنية وحفظناها مش الحال. استخدام الاستعارات والتشبيهات كل ما أمكن، والترميز اللغوي. عند الحضور الاختبارات نقلل عدد الأسئلة تكون تتمحور حول التعرف للتذكر. ضروري إنه أنا ما بدي أعتمد عليه حافظ، أنا بدي أعتمد عليه هل هو فاهم، والسماح لهم بالوصول إلى أوراق مرجعية واستخدامها أثناء الاختبارات. زي المعادلات الرياضية ما بدي يقعد يتذكرها فرضاً، ممكن أكون امتحان إياها. وغالباً بحتاج المتعلمين اللي بواجهوا صعوبة مع الذاكرة العاملة لفترات راحة متكررة، يعني اللي بتعبوا من التفكير هم بحاجة بريك فعلياً. وإحنا لازم نتقبل الاختلافات من الطلاب، لازم نتقبل إنه كل شخص الريتم تبعه غير عن الثاني، طريقة الدراسة غير عن الثاني، فمش معنات إنه هو بياخد وقت أكثر إنه هو أضعف، ممكن يكون يعني بيحلل أكثر، بالتالي ممكن نتيجته في نهاية المحاسبة. قائمة التدقيق والمتابعة هاي برضو من الشغلات اللي راح أشيرها معاكم. لازم بعد ما أنا أخلص المادة التعليمية اللي أنشأتها أتأكد إنه هاي الشغلات مغطية. لازم أتأكد إنه أنا كاتب الأهداف التعليمية، عندي مجموعة من الأهداف التعليمية والعامة، الأهداف الفرعية، الأهداف مقسمة حسب تصنيف بلوم مثلاً، وأنا مغطي الأفعال والسلوكيات فيها، هذا اللي مرينا عليه قبل شوي. التقويم إنه أنا أكون محدد التقويم التكويني والتحصيلي والتغذية الراجعة وكذلك، هذا برضو بعد ما أجي أعمل التقويم بدي أتأكد إنه أنا مغطي هاي التوبكس كلياتها. طبعاً هاي مبنية على أبحاث كتير وهو إشي عالمي مش حامي. الأنشطة التعليمية لازم أتأكد إنه هاي الشغلات كلياتها هي موجودة. بهاي الحالة أنا يعني بضمن على الأقل نسبة منيحة إنه التعليم متوازن اللي مقدم للطالب، يعني إذا هو ضعيف بجهة أكون عم بفهمه إياها من جهة تانية، أو إنه مرات المعلومة ما بتوصل عن طريق نشاط واحد، بدي مجموعة ركبين على بعض فبقدر يوصل المعلومة. وكذلك إنشاء مساق عبر النظام التعليمي اللي هو نقدر مثلا نصور فيديوز، نكتب المادة كذلك، نعلنها للطلاب، يكون في عندي تاريخ انتهاء تقويمات، أهداف علمية وروابط الأنشطة الخارجية. طبعا هاي الأشياء إن شاء الله بعد ما خلصت ورشة تدريبية رح أشاركها معكم الشيتس اللي فتحتها هلا.
بس دكتور محمد تقدر تقيم الخرابيش اللي على الشاشة؟ يا دي واحدة بس أشوف مين من الحضور الكرام اللي كان قاعد بيلون أو حاجة ونشوف الحتة دي. مش بحاول أشوفه من ساعتها بس مش عارف هو مين. خلاص ما في مشكلة. يا واحدة هذا هو الجزء اللي سأل عليه أكثر من مرة بالنقاش قبل شوي، اللي هي إيش الأدوات، إيش التولز اللي أنا بقدر أستعملها عشان أنشئ المادة التعليمية. لمهارة الاكتساب حكينا فيه، إذا أنا بدي يا يكتسب المعلومة عن طريق فيديو، عن طريق قراءة، عن طريق كذا، في أكثر من تول ممكن نستعملها. التول الأولى اللي هو جوجل هانج أوت، اللي هي مثل زوم، أوكي، وفرتها جوجل. هلا أتوقع حتى جوجل ميت صار مجاني عشان السيتويشن إحنا فيه الكوفيد 19. فجوجل هانج اوت هو وسيلة اتصال، الزوم كذلك وسيلة اتصال. في عندي برنامج لتحرير الفيديوهات ممكن يفيد الهيئة التدريسية لما بده يعمل فيديوهاته، بده يصور حاله، بده يصور السكرين تبعته فيديو ويقدمها للطالب. الباوربوينت على فكرة مع انه بسيط ولكن جدا مؤثر جدا. في تولز احنا مش متعودين نستعملها بس هي كثير مفيدة في إنشاء الفيديوهات التعليمية. ممكن أعمل screen recording، ممكن أعمل حتى أخلي الفيديو يتنقل من سلايد لسلايد ويطلع لي بالنهاية فيديو من غير ما أعرف إنه هو أصلا PowerPoint. في عندي كثير من Google tools، مثلا Google Drive فيه Excel, Word, Slides زي اللي أنا عم بستعملها هلا، ممكن يعني أكيد رح تكون كثير مفيدة ومجانية. أداة تحرير نصي وأداة دمج الفيديو في مودل، في بلاكنز تتركب على مودل اللي هو أشهر LMS وCMS موجود. في كتير أدوات تتركب عليه علشان أقدر أرفع الفيديو. التقصي لتعزيز مهارة التقصي، في عندي Insert Learning فرضاً، يعني هاي من المقترحين، هي أداة يمكنها تحميل أي صفحة لدرس تفاعلي. ما معنا وقت هلا للأسف إن نمر عليهم كلياتهم، بس لما أقدر أبعث لكم الشيت هاي فيكم بس تكبسوا على اللينك بروح على الويب سايت تبع التول اللي عم بحكي عنها وبتقدر تشوفوا هي بالضبط إيش عم تعمل. ممكن بالمستقبل مثلاً نعمل ووركشوب تاني بس نمر على هاي التولز. كورا اللي هو هذا موقع شهير جداً عشان الأسئلة، بروفيشنالز بيسألوا بعض فبتطلع الإجابات عنا good quality. وجوجل طبعا المناقشة، هذا جميل جدا. المناقشة اللي هو أنا بدي أفتح مجال للطلاب يناقشوا بين بعض، بينهم بين بعض، أوكي. غير الديسكشن فورم العادي في كتير برامج، منها غرف الزوم، منها الباتلت. باتلت اللي هو خلينا نحكي ننشأ حائط عليه كاردز وببلشوا يكتبوا ويناقشوا ويجاوبوا بعض. فليب جريد هذه أداة مجانية من مايكروسوفت، مجانية، أوكي. بقدر أنا أصور حالي فيديو أصير أرفع عليها فحضراتكم بتجاوبوني بفيديو تاني، فبيكون الموضوع مش بس قراءة زي ما حكينا إنه هاي طريقة تعلم مهمة. الفيجوال، أنا أسمع صوت بني آدم وأشوف هذا البني آدم هو عم بحكي بطرح فكرته. مايكروسوفت تيمز هلأ من أهم البرامج اللي حاليا مستعملة والطلاب كتير ارتاحوا له، بيقدر يعملوا لايف سيشنز، بيقدروا يعملوا امتحاناتهم عليه ويقدموا لهم كذلك. الواتساب هلا هو لا ينصح به في النقاشات، ولكن نرجع للمشاكل التقنيه وانه الموضوع اللوك داون اللي صار اجى فجاه، ففي كثير من الهيئات التعليميه عم بيلجأوا للواتساب، يا يعني هم مش انا اسف يا جماعه في حد بيتكلم بقى في المايك عليك لايك هضطر اسكت. الو، في حد فتح المايك كل شويه، لو اتكرر منه بعد اذن حضراتكم انا هضطر اسف ان انا احطه في الويتنج روم على ما يقدر يظبط الصوت عنده. انا قافل المايك عن الحضور يا دكتور اكرم، بس هو الفكره كلها ان هو بيفتح كل شويه.
شكرا دكتور نسرين واسف للمقاطعه وان شاء الله مش هيحصل تاني كده الموقف ده. اكمل هلا تمام؟ اتفضلي حضرتك، انا اسف للمقاطعه. انا الممارسه في عندي كويزلت مثلا، كويزلت تول كثير جميله. كويزلت انا بقدر احول الفيديو لكويز لامتحانات، اوكي؟ استعمالها اسهل من ما احنا متخيلين. بدي اجربها هلا مثلا بالساينس. طبعا هذا موجود اوريدي، في اشياء جاهزه، في اشياء انا بقدر اعملها، اوكي؟ فمثلا هذا امتحان بيجي للطلاب تفاعلي، بقدر بالبيولوجي يسمي كل شغله من هاي مثلا بالتشريح. كيمستري في عندهم اشياء جاهزه زي ما حكيت، في احنا بنقدر نبني اللي بدنا اياه. الانتاج هلا انا بطلب منه يعطيني بالنهايه بروجكت، اوكي، او بحث او كذلك. فالتولز اللي ممكن يستعملها عشان يعمل هذا الحكي ممكن تكون تول اللي اسمها ووركشوب بمودل، او على جوجل درايف يرفع، لانه جوجل سوت فيها كثير مثلا شيتس، فيها دوكس، فيها سلايدز كذا، بالنهايه ممكن يعطيني النتيجه تبعتي عليها. او فويس ثريد، هذا البرنامج بقوم متعلم فيه بعرض شيء ما بواسطة الشرائح، والطلاب التانيين بيقدروا يعلقوا عليها. التعاون اللي هي حكينا إنه الطلاب يتعاونوا مع بعض، يشتغلوا على طرق التعاون. ممكن تكون واتساب، حكينا مش لا ينصح به، بس بهاي المرحلة الأولية ممكن كثير ناس يضلوا يستعملوه. مايكروسوفت تيمز ممتاز، جوجل درايف ممتاز وموجود، وموجود مجانا للاستعمال الشخصي. بادلت اللي هو بورد وبنحط عليه كاردز وبس، والزوم والهانج اوت. ليش بدي انا اسف دكتور خليفة، انا اضطر ان انا اقدر اعمل له ريموف المره دي، معلش انا اسف. تفضل يا دكتور. تجربه جامعه احدى الجامعات الجزائريه هي القسطنطينيه، اوكي، في مجال ادوات التعلم الالكتروني. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوات الفضليات، الاخوه الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خلال هذا الفيديو سنتطرق الى بعض ادوات التعليم عن بعد التي نراها فعاله والتي ستساعدنا لالقاء الدروس في ظل الظروف الراهنه، وذلك بعد اطلاعنا على مختلف الأدوات والمنصات المتاحة على الإنترنت. كل هذا يتم عبر منصات مختلفة. سنتطرق أولاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جلنا يملك حساباً على الأقل على أحد هذه المواقع، فيسبوك، ميسنجر، إنستغرام، يوتيوب. ناهيك عن الطلبة الذين يستعملونها بشكل آني، ومنه هذه المنصات تسمح بإنشاء مجموعات لنشر المحتوى بمختلف أشكاله، فيديو، ملفات إلى آخره، القيام ببث مباشر لشرح الدروس أو الرد عن التساؤلات، مع العلم أن الفيديوهات غير محدودة المدة، كما أنه يمكن تخزينها عبر إنشاء قناة على اليوتيوب وتخزين ومشاركة محتواها مع الطلبة، وكل هذا يتم بحسابات مجانية. نوع آخر طبعاً لازم أعلق على هذا الموضوع، أنه هلأ زي ما حكيت هاي التولز مناسبة كمرحلة أولى، بس هي مش ريلايبل، ما بصير نبني النظام التعليمي عليها في المستقبل بسبب الحاجة هلأ، وأنه ما في عندنا بديل ممكن نستخدمها. المنصات اللي تكون في التعليم وهي مواقع الاجتماعات المهنية، حيث تعتمد أساساً في عملها على الفيديو التشاركي. شركة جوجل تطرح منصةً في هذا السياق، جوجل هانغاوت أند جوجل ميت، منصات غير مجانية لمن يريد إنشاء المحادثة بها، فيديوهات بث مباشر مع عدد كبير من المشتركين بطريقة احترافية ومهنية. غير أنه في هذه المرحلة منصتي جوجل ميت مجانيتين لفترة محدودة شرط استعمال بريد إلكتروني جامعي. توجد أيضا منصة زوم مهنية بشكل جيد جدا، وتسمح بإنشاء محادثة يمكن أن يصل عددها إلى 100 مشترك لمدة 40 دقيقة ابتداء من ثالث مشترك. الفيديو قابل للتسجيل بشكل مجاني، كما أنه يمكن مشاركة سطح المكتب مع الطلبة أثناء الشرح. كل هذه المنصات تحتوي على تطبيقات تعمل على الهاتف الذكي، كما أننا يمكننا استعمالها واستغلالها في التأطير أو في أعمال الورشة بشكل كبير. استعمال هذان النوعان من المواقع التواصل الاجتماعي والفيديو المهني يحوي على سلبيات محتملة: صعوبة التحكم في الطلبة أثناء الإلقاء، استعمال الطلبة لأسماء مستعارة، إمكانية كتابة تعليقات خارجة عن الموضوع،
استهتار الطلبة أثناء الدرس على المباشر بأشكال مختلفة، كما أنه توجد إمكانية انقطاع النت عند الأستاذ أو الطلبة أثناء الدرس التشاركي، الإنترنت وثبات جودتها غير متوفرة عند كل الطلبة، عمل فيديو مباشر أمر غير صعب لكن عمل محادثة جماعية ليست بالأمر الهين، وجودة الإنترنت من أجل محادثة متشاركة أمر ضروري وأكيد. سنتطرق الآن إلى نوع آخر من المنصات، وهي منصات LMS المتخصصة في التعليم عن بعد. كالعادة جوجل لا يتنوى في إنشاء تطبيقات هادفة يمكنك الولوج إليها بمجرد امتلاكك لبريد إلكتروني على موقعه، ومنها جوجل كلاسروم المجاني، منصة سهلة وفعالة وبسيطة الاستخدام. ونوه فقط إلى أمر مهم، هو أن إنشاء درس من طرف الأستاذ عن طريق البريد الإلكتروني الجامعي يحتم على الطالب المشاركة ببريد جامعي أيضا، ومنه يفضل حاليا في هذه الحالة استعمال بريد جيميل. إضافة الدرس أمر سهل جدا، كما أن هذه المنصة تحتوي على ميزات كثيرة، منها إضافة الملفات بمختلف أنواعها PDF، PowerPoint، فيديو. يمكنك أيضا تحديد تاريخ وساعة إرجاع عمل موجعة، إنشاء الأسئلة. حاول اكتشاف المنصة فهي مليئة بالمزايا. إدمودو منصة جيدة وسهلة الاستعمال، يبلغ عدد مستعمليها حاليا أكثر من 87 مليون شخص عبر العالم، تشبه في استعمالها لحد كبير فيسبوك. كل ما على الأستاذ هو إنشاء حساب عن طريق البريد الإلكتروني وتفعيل حسابه، وبعدها يقوم بإنشاء فصل، كلاس أو جروب. الولوج إلى الدرس من طرف الطالب يكون بعد تلقي كلمة المرور من طرف الأستاذ. يمكن الأستاذ مشاركة آرائه، أهداف الدراسة، مواعيد نشر الدروس، ملفات بجميع أنواعها، وتنظيم وتخزين الملفات عبر جوجل درايف. يمكن أيضا تحديد تاريخ ووقت استلام الأعمال الموجهة مباشرة على المنصة، كما أن الأستاذ يستطيع إضافة أساتذة مساعدين كي يثروا محتوى الدروس. في نظري هذه المنصة جيدة جدا. منصة مودل، منصة مجانية مستقلة تنشأ على مستوى الجامعة الكلية أو المعهد، وحاليا جامعة قسنطينة 3 تتوفر على هذه المنصة، ويتم تكوين أساتذة على دفعات. هذه منصة تعليمية محضة وتحتوي على العديد من المزايا، مشابهة جدا للمنصتين السالف ذكرهما، إلا أنها تحتوي بعض العيوب، وأذكر على سبيل المثال إلزامية التكوين من أجل الاستعمال، صغر حجم مساحة التخزين، والتسلسل في طرح الدروس غير مضبوط داخل هذه المنصة. كل هذه الأدوات والمنصات تحتاج إلى برامج لإنتاج محتوى الفيديو، أذكر بعض منها التي أستعملها شخصيا وأرى أنها جيدة. كامتازيا برنامج محترف لإنتاج الفيديو، سناجيت برنامج سهل الاستعمال، وسكرين كاست أوماتيك النسخة المجانية منه تتيح لك عمل فيديو لمدة 15 دقيقة. في الأخير أود أن أعطي وجهة نظري الشخصية في استعمال منصات، وهي كالتالي: استعمال كل ما هو جوجل وخاصة البريد الإلكتروني أو الفيسبوك من أجل نشر كلمة مرور دروس للطلبة، واستعمال مؤقتا منصة إدمودو أو جوجل كلاسروم من أجل التدريس. منصة زوم ستساعدنا بشكل كبير في التأطير أعمال الورشة أو عمل لايف لإجابة عن تساؤلات. كامتازيا سيساعدنا بشكل كبير لعمل فيديوهات مشروحة باحترافية. وأخيرا يوتيوب وجوجل درايف يساعداننا لرفع مختخزين الملفات ومشاركتها مع الطلبة ومع الأساتذة. كان معكم الأستاذ معتز بالله. إن شاء الله الفيديو هذا يكون مفيد. أنا شيرته معكم للسبب إنه مثلا هاي الجامعة ما مشيت عن ستاندردز اللي احنا عم نحكي عنها، بس هم قدروا يطلعوا بشيء بفيدهم او بلبي حاجتهم في هاي المرحله. اذا لاحظتوا كيف الاستاذ كمان كان عم بيحكي انه المرحله هاي ممكن نستعمل كذا، لقدام رح نحتاج اشياء بالفشل الاكبر. اوكي، هذا الجزء ممكن برضه بجاوب على احد الاسئله اللي انطرحت قبل شوي، إنه كيف أنا بدي أحفز المتعلمين وأحقق استدامة التعليم في حالة الإيلاند والتعلم عن بعض. أوكي، بناء الزخم الأولي اللي هي خلينا نحكي الاهتمام تبع المتعلمين، أو كيف أحفزهم إنه يكملوا الدراسة ويتابعوها في على الجدول الزمني المحطوط مثلا. أول شيء لازم نلسي قواعد أساسية واضحة، لازم هم يعرفوا من البداية إيش الجدول لازم يعملوه، إيش الستاندردز المطلوبة منهم، إيش هي الكواليتي الشغل أنا متوقعها منهم. بالبداية في المرحلة الحالية أظن هو واضح، بس ممكن في المستقبل نشرح السبب في الاستعانة بالتكنولوجيا، إنه مثلاً هاي المعلومة راح توصلكم أكبر أكثر إذا استعملناها سيميليتر، مش بس إذا أنتوا ضليتوا تتلقوا المعلومة مني ومن الكتاب. احصر دورك يعني ك
عضو هيئة التدريس في المساعدة الجانبية، لا تضغط حضورك في المناقشات أو الأنشطة، يعني هم بيخليهم يعملوا الشغل تبعهم، يعملوا الأبحاث، فبالتالي يوصلوا للمعلومة. الإشادة بإسهامات المتعلمين، التعقيب في الوقت المناسب اللي هو يعني هو بيكون عم بتقدموا عم بيمشي لقدام، توجيههم في الاتجاه الصح أو حتى تحفيزهم أو حتى مثلا ثناء عليهم، ونعطيهم الكفاية من الدعم التقني، ما يوصل لمرحلة مش عارف يكمل فيها بعدين لحاله، ومتابعة المتعلمين الذين لا يسلمون على حمل مقبول. يعني أنا في عندي كلاس أونلاين، أوكي، في منهم ناس بس بيجوا حضور فقط ما عم بيشاركوا، حتى هم ممكن ما عم بيقدموه أو بيقدموه بكواليتي قليلة، ممكن يكون في عندهم مشكلة، ما بدي أفترض إنه ما بده يشتغل، ممكن فعليا عنده مشكلة مش قادر يفهم على التكنولوجيا، فنتابع مع هاي الفئة نعرف وين مشكلتهم عشان نقدر نساعدهم. حفاظ على المشاركة والتفاعل اللي هي جزء لا يتجزأ من عملية التعلم، مثلا ممكن استخدام مناقشة مفيدة عبر الإنترنت discussion forums أو إنه حتى نتشات على الزوم، وربط المشاركة بالتقييم، التقييم العلامة النهائية تبعتك جزء منها يكون المشاركة، فأنا بهاي الطريقة بخلي الطالب دائما involved معي، ونساعدهم على كيفية فهم إدارة وقتهم عبر الإنترنت والتعامل مع المشكلات والخلافات بسرعة. هلأ في توجه كتير عم بشوفه بالdistance learning خصوصاً إنه المادة دايما مرفوعة على الإنترنت، بالتالي أنا مش ضروري أكون موجود. طبعاً هذا كتير بيقلل أو ديموتيفيت المتعلمين، يعني هو ببطل في عندهم أو بروح من عندهم حافز كتير كبير من التعلم والالتزام. فأنا حضور المدرس في بيئة التعليم إش كتير مهم حتى عبر الإنترنت. ليه؟ لأنه المتعلمين بدهم يضلوا حاسين بهاي الكونكشن معاه، بدهم يضلوا يسألوا أسئلة ويجاوبهم ويعقب عليهم ويصلح لهم أفكارهم إذا ما كانت صح. زي ما حكينا هو أهم واحد من أهم عوامل التحفيز، لأنه إذا غاب كتير المتعلمين حسوا إنه غاب كتير، ممكن يقولها يعني إنه أنا ليش عم بدرس مثلا، إنه معناته أنا دراستي هاي مش مهمة، ما في حدا عم يتابع معاي أو كذا. النصيحة الأخيرة هي إنه ما تخشى إظهار شخصيتك عبر الإنترنت، إحنا مش روبوت، إحنا بشر، إحنا موجودين، صح لا حاليا وجودنا إلكتروني أكثر من إنه في كلاس روم، بس إحنا في النهاية بشر، لازم تنعكس هذا الموضوع، لازم الطلاب يحسوه، فبتضل هاي الكونكشن البشرية موجودة. أوكي، فبالإسهامات بالتدريس عبر الإنترنت بتمكن المتعلمين من أن يروا فيك شخصاً حقيقي وليس كيان وراء الشاشة. هلأ ضايل نقطتين صغار بدي أتطرق لهم، اللي هو التعليم العالي خلال أزمة فيروس كورونا، شو صار بالدنيا؟ يعني إلنا إحنا تقريباً من نص شهر ثلاثة، هاي صرنا بتقريباً آخر شهر ستة، التعليم كله انتقل أونلاين بسبب أزمة كورونا، فشو صار؟ الملاحظات الإيجابية إنه إحنا العالم كله تفاجأ بسرعة تبني النظام التعليمي والطلاب للفرض القصري للتعليم الإلكتروني. زي ما حكيت في الأول إنه ممكن لو أنا بدي أبلش أفرضها بدي أدرس بدي سنين نوصل المرحلة اللي إحنا فيها حاليا. برضو من المفاجآت الإيجابية كانت سرعة تأقلم جهات التدريسية والطلاب على النمط التكنولوجي، واختلف طريقة الدراسة والتدريس، وقيام العديد من الهيئات التعليمية ببناء خطط مستقبلية للتعليم الإلكتروني بعد ما أثبت جدوى. دروس المستفادة إنه الدرس إذا كان أكثر من 15 إلى 30 دقيقة الطلاب بفقد تركيزهم، فإذا أنا بدي إياها يضل معاي يضل يركز معاي ما يكون أكثر من 30 دقيقة، مش الفيديو حتى، الدرس السيشن. وفقاً لليونيسف الحفاظ على تنقوص التعليم مع التسجيلات والتفاعل الاجتماعي أمر مهم جداً للصحة النفسية في هاي الأزمة. لا لما نحكي عن شهرين ثلاثة ممكن ما يكون تأثير كبير، بس إذا كان توجه فصلين ثلاثة هذا فعلياً إشي لازم نتطرق له ونتبه له كثير. الحكومات والمقاطعات والمدارس لازم توفر البنية التحتية والتكنولوجيا للطلاب عشان ما يكون عائق للتعلم. كيف رح يكون العالم بعد أزمة كورونا؟ رح تنتهي الأزمة إن شاء الله على خير ونرجع أمورنا عادي. هل رح نرجع لأسلوب تدريسنا القديم ولا رح نتبنى التعليم الإلكتروني أكثر؟ هلأ التوجهات إن الجامعات عم تأخذ دروس وعبر مستفادة من الفترة هاي،
أهم جوانب المراد التركيز عليها لضمان نجاعة التعليم الإلكتروني هو نزاهة التقييم. أنا بدي أتأكد إنه فعلياً طالب عم بيتعلم وهذا تعبه اللي عم بيتقدم. والوصول لعادل التكنولوجيا هدول أكثر شغلتين. في طلاب مادياتهم ما تسمح مثلاً. في أساتذة مش ما يعني صعب عليه إنه يتعلم تكنولوجيا جديدة مثلاً. هاي المرحلة. فلازم إحنا نوفر نغطي هاي الشغلتين عشان نضمن إنه التعليم الإلكتروني فعلياً ناجح في المستقبل. واضح جداً إنه في صعوبات اقتصادية للطلاب، فبالتالي صار في توجه لزيادة المساعدات المالية والمنح. خريجين 2020 يعني مشكلة إنه الموضوع صار فجأة، ففعلياً في مشاكل وفي تحديات، وما أظن إنه حطت خطط صح للدفعة الحالية. هلا صار في وعي بإمكانية دروس تخصصات دراسية جديدة بعد أزمة الكوفيد 19. ليه؟ لأنه في توقعات بثورة صناعية رابعة قد ترغب الجامعات التي تعتمد على الطلاب الدوليين في التفكير في إيجاد منح دراسية قائمة على الحاجة والجدارة، فضلاً عن التعليم المزدوج بالشراكة مع جامعات محلية. هيك أنا بكون خلصت الموجز عن إنشاء المادة التعليمية وإيش هي أصلاً التعليم الإلكتروني بشكل عام. فيا رب خلال هالساعتين أكون وصلت معلومات مفيدة وقدرت أفيدكم وأجاوب على معظم أسئلتكم. حالياً عملت هذا البورد منه تطبيق لوحدة من التولز اللي حكينا عنها، منه برضو بضل ريفرنس لإنه بضل مرجع لإنه ممكن نشارك تجاربنا مع بعض. هون أنا استعملت بادلت. بادلت هو أحد التولز اللي إحنا حكينا عنها، ممكن الطلاب يعملوا كاردز عليها ويجاوبوا بعض. اللينك أنا رح أبعته هلأ على الشات، بقدر الكل يفوت ويشارك فيه مباشرة هلأ أو بعدين. دكتور نسرين، أنا ممكن أستطيع وأنت لي أحدى دكتور؟ حضرتك ممكن. طب خلاص تمام. أنا كنت عاوز أخلي الباكج كلها بتاع المحتوى، واللينك ده هيبقى في الآخر خالص بعد إجراء التقييم الخاص بالورشة، هيتم إرساله الإيميل لكل الناس. أوكي ما في مشكلة، إذا بتقدر تمحيها دكتور ما عندي أي مشكلة. لا مش مشكلة خلاص، بدل موجود عند الناس كلها في دور كرام. مثلا هلأ أنا شيرتهم هاي، إحنا المجموعة تبعتنا بنقدر نفوت ونتعاون مع بعض. تخيلوها برضو هاي لمادة مثلا بالجامعة أو حتى في مدرسة أو حتى في الشغل. أوكي ممكن تتقسم هاي لمشاريع، ممكن تتقسم لمواد، ممكن تتقسم لوحدات. أنا حالياً عاملاها لمناقشة أدوات وسبل تطوير التعليم الإلكتروني. الاقتراحات هون إذا بتتفضلوا مثلاً تفوتوا في الكولوم تبع الاقتراحات، أنا بقدر أشوف شو بقدر أعمل. بقدر أرفع ملفات، لينكس، صور، سناب، فيلم، فويس، بقدر أرسم كذا أو بادلت. خليني مثلاً أجرب إنه أنا بدي أرسم شغلة. أنا مثلاً الفكرة اللي بدي أوصلها رح تيجي في رسمة معينة فرضاً. طبعاً يفضل إن الكل يكون، ممكن يكون أنانيمس، بس يفضل إن الكل يكون عنده أكونتات علشان يبين معنا. فبيجي حدا مثلاً بقرر إنه يرد علي، فبجاوب بعديها بفيديو. تحديات مثلاً أنا بدي أرفع، خلينا نرفع صورة. مرحبا مرة ثانية. مثلاً طبعاً الصورة هاي برضو ممكن تكون فيديو. ممكن هون أضيف لينك لشغلة معينة، أتوقع مثلاً فرضاً هذا اللينك. وكذلك ممكن تصوروا حالكم فيديو، ممكن أي إشي أنتم بتحسون مفيد للمشاركة بالمجموعة عنا ياريت ترفعوه. أنا بس حبيت أورجيكم كيف نستعمل هذا. رح أشيل الأشياء اللي مش صح أنا حطيتها. برافو أريج بالضبط. دكتور محمد أنا هيك خلصت اللي عندي، بس أظن باقي معنا حوالي 10 دقائق للأسئلة،
انا بشكر لحضرتك جدا يا دكتور نسرين وجودك معانا لمده ساعتين من وقتك الكريم، واشكر كل الحضور الكرام على ان هم يعني شرفونا لمده ساعتين في انرجي افريكا، ويعني ان شاء الله احنا معانا 10 دقائق عشان نكون واضحين مع بعض، هناخد يعني احنا معانا 5 دقائق بالظبط، هنزود عليهم 5 دقائق بعد اذن حضرتك نخليهم 10 دقائق، وناخد 4 اسئله فقط لا غير. اول 4 هيكتبوا واحد في الشات، هيبقوا هم اول 4 هناخد منهم من الاسئله بتاعتهم فعلا. في حد يا جماعه عاوز يطلع يطرح اسئله؟ الدكتوره ايمان ممكن تتفضل. السلام عليكم. اولا بشكركم على المجهود الرائع وافكار مرتبه وفيديو مترتب والدنيا جميله جدا بصراحه، ما شاء الله عليكم، عاملين دويتو حلوه قوي جدا على السيشن اللي انتوا عاملينه، بصراحه حاجه مشرفه، والاحلى والاجمل ان انتوا عرب، يعني دي حاجه مختلفة. مرسي لحضراتكم كتير. طيب استأذن حضرتك يا دكتورة، احنا محتاجين طبعا من حضرتك ومن دكتور محمد وبقية الزملاء الافاضل القائمين بالعمل الجليل ده، محتاجين حضرتك تفهمينا اكتر على اللي هي بيدلت اللي حضرتك منزلاها دي، هل هي دي حضرتك دي هتساعد ان احنا نتبادل الافكار، ولا دي احنا ممكن نستخدمها في شغلنا؟ الاثنين. هلا انا بدي اورجيكي مثلا مثال، ان شاء الله اقدر اوصل له بسرعه، اللي هو واحدة من الباتلتس اللي عاملينها عالميا، اوكي، مؤسسه عالميه عاملاها لكل المؤسسات التعليميه الاي كلاس، خلينا نحكي عشان يتبادلوا خبراتهم مع بعض. انا ممكن ابعث لكم اياها في الباكج، الباكج اللي راح اشاركها معاكم، لانه هلا ما في وقت اقعد ادور عليها ان شاء الله. تمام. استاذن حضرتك برضك مدى الامان، لان حضرتك احنا سمعنا اكتر من مره او وجالنا رسائل كتيره ان البروجرام بتاع زوم ان هو تجسسي وحاجات غريبه كده، فهل حضرتك البرامج اللي استعرضتيها، وطبعا نتمنى ان حضرتك تبعت لنا البروجرامز اللي حضرتك جدول كبير فيه، البروجرامز دي مهمه جدا لشغلنا وفرصه، يعني احنا في مراحل ان احنا بنختبر دلوقتي المراحل النهائيه، فرصه بقى ان احنا في الفتره بتاعه الاجازه دي نلحق نعد نفسنا، ولما تقابلنا مشاكل يبقى في لينك بيننا وبينكم. يعني هل البرامج دي حضرتك مامونه امنه؟ لان حضرتك ناس كتيره جدا نزلت مثلا على اليوتيوب اساتذه المحاضرات بتاعتهم، حضرتك اتفاجئنا ان هي اتاخدت في اماكن تانية وتم انسابها لحاجات تانية ومشاكل كده طويله. احكي لك شغله، شو ما كان البرنامج امن سوري مثلا فليب جريد من مايكروسوفت، ليفل السكيورتي عليه عالي جدا جدا، ولكن انا ممكن بكل بساطه عفوا انا ما سمعتش البرنامج اللي حضرتك بتتكلمي عليه بعد اذنك. فليب جريد واحد من البرامج المذكوره بالشيت، بس الفكره انه هو امن جدا، ولكن انا بقدر انزل على اللابتوب تبعي برنامج بيعمل سكرين ريكوردينج بكل بساطه، فما يعني هذا التحدي دائما رح يكون موجود، يعني دائما رح يكون موجود، بس هذا يعني بدنا نتعامل معاه، ما بنقدر نستثنيه، لانه ممكن انا فاتح اللابتوب بسجل على موبايلي فرضا، بس في برامج امن غيرها تماما، بالذات في موضوع الامتحانات لازم نتحقق ايش اللي احنا عم نستعمله. انا فتحت بادلت على السريع اورجيكي، عملت اكونت مجاني عليه، باجي بحكي انه انا بدي بادلت، بيعطيني اكثر من خيار، اوكي، فرضا انا بدي احكي له شوف اللي هو انا بس بدي مكان وارفع عليه الشغلات او اشاركه بين الطلاب، سبيسيفيكيشن بتسميه ما بتسميه، بعدين في عندك خيارات، هل هو مشارك ولا لا، تسمحي لهم يعملوا كومنتس مع بعض ولا لا، اوكي، required approval ولا لا، انت سمحان لهم يعملوا بدهم اياه ولا لازم انت مثلا حضرتك توافقي على البوست اللي عم بحطوها، وكذلك. فهذا بس شرح سريع لبادلت، كثير تشرحها ممكن في قاعده ثانيه نقدر نفوت فيها بديتيلز اكثر.
بكون شاكرة لحضرتك، ميرسي لحضرتك كتير، وأكيد هنرجع لكم كتير يعني نستأذنكم يعني، وجزاكم الله خير وهنئكم بصراحة. شكرا لحضرتك. إن شاء الله دكتور إيمان، وشكرا لحضرتك، وإحنا موجودين على طول في إيمان جي أفريكا. معنا دلوقتي الدكتورة إيناس أحمد بتتكلم، بتقول إن هي حضرتك أكدت إن في إمكانية استخدام التعليم الإلكتروني بالذات في تخصص جيولوجيا والجيوبارك، فممكن في تواصل مع حضرتك؟ نعم طبعا أكيد، إيميلي موجود. في حد اسمه الدكتور أسامة بيقول الدكتورة إيناس بالنسبة للزملاء اللي بيسألوا عن السياحة الجيولوجية، هناك منظمة تابعة لليونسكو خاصة للمتنزهات والسياحة الجيولوجية، يعرض حاليا مساق عن بعد في ذات الموضوع والمساق دولي، ويعرف الدارس على أسس اعتماد المواقع ضمن مواقع السياحة الجيولوجية، تحتاجوا بحث إنترنت. لو دكتور أسامة عنده اللينك بتاعها ممكن نشيره معانا واحنا نبعته للدكتورة إيناس، يبقى مشكورا جدا. دلوقتي معانا الدكتورة هبة رفع ايدها، ممكن تتفضلي يا دكتور هبة. دكتور هبة السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية، أنا اسمي هبة عطيات، رئيسة قسم الحاسوب بجامعة البلقاء التطبيقية كلية الأميرة عالية الأردن. أنا بس حبيت أشكركم، يعطيكم ألف عافية، كتير كانت سلسة وجميل جداً المحتوى اللي أعطيتونا إياه. بالنسبة إلي من موقع عملي، شاركت أو عاصرت خلينا نحكي النقلة النوعية اللي صارت في التعليم الإلكتروني. إحنا مش جديد عندنا في جامعة البلقاء، بس تفعيله بهذا خلينا نحكي على كل المواد بهذا المستوى كان إشي جديد بسبب الجائحة. هلأ عصرت اللي صار مع الطلبة واللي صار مع المدرسين كمان، وقديش كان في عدم تقبل بالبداية وكان في صعوبة لتحمل العبء يلي صار، بس الآن صدقاً إنه بكل المستويات سواء كان طلبة أهالي مدرسين صار تقبل التعليم الإلكتروني كتير أفضل من قبل، وكتير في توجه لإله وحسوا بقيمته قدية إنه ممكن الإنسان يستفيد منه حتى لو رجع الدوام للوضع الطبيعي وانتهت الجائحة ورجعنا لحياتنا الطبيعية، لأنه فعلا النقلة النوعية للتعليم الإلكتروني كان إشي كتير ممتاز وكتير بيأثر على التعليم بشكل عام. هلأ أنا بس حبيت أشكركم وأحكي عن مشاركتنا أو خلينا نحكي عن تجربتنا في جامعة البلقاء، كانت جدا رائعة. تغلبنا بالبداية بس كان في عنا إحنا مركز اسمه تكنولوجيا التعلم والتعليم، كان متابع جدا لكل كبيرة وصغيرة عنا في الجامعة بالنسبة للتعليم الإلكتروني. على فكرة دكتورة بدي أشكركم وأهنئكم صراحة، يعني جامعة البلقاء أبدعت بهاي الفترة. دكتورة غدير مركز تعلم والتعليم يعني فعلياً أبدأ، يعني طريقة الكورسز اللي كانوا يعطوها والغايدلاينز وهيك رهيبة، يعني لو انعكست على بقية الجامعات التجربة التعليمية هاي كانت رح تكون كثير مهمة للبلد أكثر من هيك. شكراً لك. شكراً، شكراً لك وشكراً لحضرتك، يعطيكم العافية. العفو، اللهم أمين. بتوجه بخلص الشكر والتقدير لكل الحضارة الكرام. أنا دلوقتي هبدأ معكم بعض الحاجات بالنسبة لإيميرج أفريكا. ياريت بعد إذن حضراتكم لجميع الحضور اللي عاوز يحصل على الماتيريال إن شاء الله الخاصة بالنسبة لورشة العمل اللي احنا بنتكلم اللي كنا موجودين فيها حاليا، ده الرابط الخاص بيها بالتقييم، عشان كل واحد فيكم هيعمل عملية التقييم هيسيب الإيميل بتاعه، أنا هاخد الماتيريال من الدكتورة نسرين إن شاء الله هبعتها له بإذن الله. وأي حد من الحضورين الكرام عنده قابلية إن هو عاوز يشتغل معنا أو يعمل ورشة تدريبية، شايف إن هو ممكن يتطوع معنا، ده الرابط الخاص بالتطوع إن هو يتطوع معنا ورشة تدريب خاصة على إيميرج أفريكا. وكمان اللي عاوز يشوف أي فيديوهات قديمة موجودة عندنا كانت موجودة في إيميرج أفريكا، ويتابع القناة ويتابع كل الأكتيفيتي اللي احنا بنعملها دي، تعتبر كل الحاجات اللينكات والرابط الخاصة بالنسبة لنا متاحة، أنا بشيرها، ودي القناة بتاعت اليوتيوب عليها كل الفيديوهات القديمة والجديدة بالنسبة لإيميرج أفريكا. وكمان احنا عندنا الموقع اللي هو معمول على جوجل موجود عليه باللغة العربية كل الفيديوهات او كل الحاجات اللي احنا بنعملها الورش القادمة ان شاء الله،
وإن شاء الله عندنا يوم الجمعة القادمة في ورش هتتكلم عن اختبارات الإلكترونية وخاصة على البلاك بورد وعلى الفيسبوك لنا أكاونت خاص بينا اسمه إيمرج أفريكا ده بيتكلم عن كل حاجة ريليتد للتكنولوجيا التعليم وريليتد للتكنولوجيا في الهاير إديوكيشن فعشان كده ممكن تعملوا سبسكرايب أو ممكن تعملوا متابعة للأكاونت وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتنا وتشوفوا كل الحاجات وأنا برحب بكم بكل الأسئلة وكل حاجة أنتم محتاجينها أنا تحت أمركم الدكتور أوكي نوصل جزء من الإفادة للجميع ده هو الرابط وكمان عندنا تويتر موجود فيه هذا تويتر بتاعنا وبنرحب بأي مقترح من حضراتكم جدا احنا شاكرين لوجودكم معانا وشاكرين دكتورة نسرين جدا جدا ويعني مستوعة بوقتها ده كله وبنشكر منصة إدراك ممثلة في حضرتك دكتورة نسرين والحضور القرام من عندكم وشكرا جدا اي سؤال او اي توجه احنا موجودين تحت امر حضرتك حاليا انا ايميلي موجود اي حدا بيقدر يرجع لي في اي وقت برضه الاسئله او عن طريق ايمرج افريكا وان شاء الله نقدر نكمل اللي بلشنا فيه واقدر اجاوب على اسئلتكم جميعا ان شاء الله هيبقى دكتور نسرين في وعدتنا بعد كده ان شاء الله هيبقى في حاجات قريبه ان شاء الله مع رواق وربنا يقدم في الخير يعني افكار حلوه حاضرين كويسين ان شاء الله قريب ان شاء الله شكرا لكم واشوفكم في ورش قادمه ان شاء الله في ايمرج افريكا والى اللقاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع السلامه